السلام عليكم أصدقائي، اليوم حلقة جديدة وحوار ساخن جديد حول موضوع من يعتبر من المواضيع الكبيرة والخطيرة والأساسية في الدين الإسلامي. وهذا المصطلح الدين الإسلامي هو يتطلب الإيمان بالدين ويتطلب الكثير من الاستعدادات الخاصة لكي يصح أن يصف الإنسان بنفسه بأنه مسلم. اليوم النقاش، العنوان نوعا ما مثير وآسفين على هذا العنوان، لأنه أنا شخصيا هذه محاضرتي راح تكون عنوانها هو أنا توصلت بالأدلة بأن الإسلام هو عدو الإيمان، وأنه لا يرغب بالإيمان أو لا حاجة له بالإيمان. الصديق محمد صالح عنده طرح خاص ومختص بمسألة يعني بالعلوم الدينية والإسلام الإسلامية تحديدا، وراح يقدم لنا قراءته يعني معنى ومفهوم الإيمان لغة واصطلاحا وكما جاء في علوم العقيدة والفقه الإسلامي. هذه الحلقة راح أنوه إنه راح تكون من قسمين رئيسيين، القسم الأول راح يتناول يقدم طرحه الأخ محمد، وأنا بعد ذلك راح أجي أقدم طرحي الخاص بالموضوع، وبعدها راح يصير حلقة مفتوحة للنقاش للمعلقين والأصدقاء، وأيضا ممكن يشارك أي شخص بطرحه، وأحب أنطي فكرة للجميع بأنه موضوع الإيمان راح يكون باب مهم ممكن أن يتواصل على مدى الفترة القادمة، وهو أيضا ممكن لأي شخص يقدم طرحه الخاص، وممكن أن يرسل لنا مادة مالته مصورة أو صوت فقط، وممكن ننشرها باسمه بشكل مستقل، ويعتبره صوت ضمن الأصوات الكثيرة أو المتعددة اللي راح تشارك موضوع الإيمان في الإسلام تحديدا أو الإيمان بشكل عام. يعني سواء معظم الأديان أو الإيمان، يعني أكو إيمان فلسفي، أكو أنواع لا تحصى من الإيمان، لكن موضوعات الإيمان هي موضوعنا الأساسي واللي راح يكون عليه تغطية قدر المستطاع. وأكرر أرحب بجميع المشاركات على اختلافها، لأن هذا القناة هي للجميع وليست حكرا على أحد، إنما هي باسمي فقط، إنما أتيح الفرصة للجميع يكون هناك حوار ونقاش جدي وموضوعي ولا يعتمد على السياقات الجاهزة المعتادة. وأترك لكم الآن الصديق محمد صالح ويقدم طرحه الخاص، فنرحب به وأهلا وسهلا، والساحة مفتوحة أمامه. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا أستاذ منصور للمرة الثانية والثالثة، وسعيد بهذه اللقاءات والحوارات، وأتمنى أنه الطرح يكون مفيد للجميع والموضوع يكون شيق وذي فائدة. طيب، اليوم طبعا مثل ما نوه الأستاذ منصور الكلام عن الإيمان، والإيمان في يعني لما نتكلم عن الإيمان نتكلم عن مجموعة من الأمور قد لا يتوقعها الإنسان المؤمن في بدايته وما يترتب على هذا موضوع الإيمان، ولكن نحن لا نستطيع أن نغطي جميع أنواع الإيمان، ولكن على الأقل نحاول أننا نحصر الموضوع في الإيمان الإسلامي، والإيمان الإسلامي هو بحد ذاته يعني موسوعة كبيرة صراحة، لأنه يتناول ويتضمن عشرات المسائل والأفكار والتصورات التي كان لها بالغ الأثر في حياة الناس خلال 1400 سنة وأكثر، ولا زال، لأن كما سيظهر خلال الحديث أن هذا الإيمان هو ليس فقط مجرد تصور خيالي فانتاسيا، وإنما ترجم إلى واقع في حياة الناس، وكان له آثاره السلبية والإيجابية، لأننا على طريقة يعني أنه دائما هناك نسبة من الخير في الشر ونسبة من الشر في الخير، لا نستطيع أن نجعل شيء شر محض وخير محض، يعني دائما هناك هذا. طيب،
ابتداء كالعادة نحاول أن نفسر ونمر بطريقة سريعة أو بمرور سريع هكذا على التعريف اللغوي والاصطلاحي أو الشرعي لكلمة الإيمان. الإيمان هو لغة قالوا هو التصديق، وكذلك قالوا أنه الإقرار كذلك، أي بمعنى أنك تصدق وتقر بحقيقة أو بخبر أو بموضوع ما، بحيث أنك أصبحت مؤمنا بهذا الشيء. فإذا ولذلك قال أخوة يوسف في القرآن، قال وما أنت مؤمن إلا ما كانوا يخاطبون أباهم، قال وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أنت ما راح تصدقنا حتى لو كنا صادقين، يعني أن هذا الإيمان كان عبارة عن شو، عن التصديق هنا. وطبعا هناك تفسيرات أخرى، ولكن في المجمل يعني مثل ما قالوا أن الجمهور هو على أن الإيمان هو التصديق وكذلك الإقرار، قال بعضهم أضاف إليه. لحد هذا الكلام نحن نعرف أن الأديان تأتي وتستخدم اللغة المستخدمة عند الناس، ثم يقوم رجالات الدين برسم معالم خاصة بالدين لهذه المصطلحات أو لهذه الكلمات التي يتناوبها الناس، مثل الصلاة مثلا. نحن نعرف أن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، ولكن الدين أتى، الدين الإسلامي والعلماء والمشايخ وكذا رسموا طريقة معينة لهذا الدعاء، وهو المعروف عندنا بالصلاة، هذا الذي حركات والعبادات والأذكار التي يقوم بها المسلم في اليوم والليلة. طيب، أما اصطلاحا أو شرعا الإيمان ما هو؟ هنا هذا الكلام الذي يأتي ويعطي تعريف واضح لهذا الكلام هو مجازف. لماذا؟ لأن هذا التعريف لو كان واضح ما كان صار هذا الخلاف الذي نحن نراه اليوم. فالإيمان في الإسلام نحن لا نستطيع أن نقول هذا هو الإيمان فقط، مثل ما فعلنا في الإسلام في موضوع تعريف الإسلام. ليس لدينا تعريف واضح شامل كامل جامع مانع لكلمة الإسلام، كذلك لا يوجد لكلمة الإيمان. نعم لدينا نصوص أدخلت مسائل في الإيمان، مثلا عندما سئل النبي محمد قيل له وما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب هذا الكلام يشوه، كيف يكون الإيمان بالله، كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ هنا يجي شغل العلماء. إذن هذا التفسير لمثل هذه النصوص المجملة التي ليست مفصلة وليست قادرة على تحديد المعنى بشكل شامل معنى جامع لجميع طبقات الناس، هنا سيحتاج الناس إلى كهنة علماء مشايخ لكي يقوموا بهذه التوضيحات. وهنا طبعا قدموا توضيحات كثيرة جدا، مثلا من أشهر التوضيحات التي مثلا معروفة عند بين قوسين عند أهل السنة والجماعة هي وتوضيح وتعريف ما ذكروه بهذا المعنى. الإيمان هو إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، ويزيد وينقص كما أتى به الطحاوي، ويتفاضل فيه أهله، يعني حسب أنت درجة الإيمان عندك أنت تكون أفضل من فلان، وهذا شغلة طبعا غير معروفة وغير ممكن معرفتها أصلا. طيب إذن الإيمان لغة تصديق و إقرار، والإيمان اصطلاحا هذا تعريف أهل السنة والجماعة، ولكن هذا التعريف كذلك مطاط. إيش يعني؟ وهنا لابد أننا نعرف شغلة مهمة جدا، يعني الآن لما نذكر الإيمان مع الإسلام نرى أن هناك في نصوص واضحة أنها فرقت بين الإسلام والإيمان، وفي نصوص أخرى أنت ستضطر أنك تجمع بين الإيمان والإسلام، بمعنى أنهم يكونوا مرادفين لبعض، يعني بمعنى أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. فهل يمكن أن يكون الرجل مؤمن ولا يكون مسلم مثلا؟ يعني صعب هذا الشيء. وهل ممكن أن يكون مسلم ولا يكون مؤمن؟ لا يمكن هذا الشيء. لماذا؟ لأن أنت من أركان الإيمان وأنك أن تؤمن بالله، مثل ما أتى هذا في نص يعني واضح، أن تؤمن بالله. وإذا أنت لم تكن تؤمن بالله هل ممكن أن تكون مسلم أصلا؟ فإذا هذه عملية أننا نقول أن الإسلام درجة والإيمان درجة أخرى، هذه العملية ليست أكيدة، وهذا بسبب تعارض النصوص مع بعض.
ولذلك الذين اشتغلوا في هذا المجال الذين دائما ما يحاولون أن يوفقوا بين النصوص المتعارضة ماذا قالوا؟ قالوا لا، مفهوم الإيمان والإسلام إذا اجتمع في نص واحد كان لكل واحد منه مدلوله وتعريفه، وإذا اختلف كان لكل واحد منهما مدلول الثاني أيضا. بمعنى قالوا ماذا؟ قالوا أن إذا أتى نص فيه بني الإسلام على خمس مثلا، قال هنا بني الإسلام على خمس يدخل فيه تعريف الإيمان كذلك، وهو الذي قالوا عنه إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل الجوارح والأركان. وكذلك قالوا إذا اجتمع في نص واحد مثل ماذا؟ مثل قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. قالوا هنا أرادوا ماذا؟ قال الأعراب هم الذين كانوا يعني خارج الدائرة المدنية والدائرة التي تدخل في حكم الناس والحياة المدنية والذين ملتزمين بالدين، هؤلاء الناس الذين هم يعني بالاسم اسمهم مسلمين. فلما قالوا أننا مؤمنين قالوا لا، أنتم لست تقولوا لم لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا، أي بمعنى أنكم لستم مؤمنين أي أنكم مسلمين، فكيف إذا لستم مؤمنين؟ إذا الإيمان هنا دخل فيه موضوع الإيمان بالملائكة وما شابه، ما يمكن أنك تقول لهؤلاء الناس أنكم غير مؤمنين وإنما أنتم أسلمتم، فكيف يكون الإنسان مسلم وهو لا يؤمن بالله؟ وهذا كما قلت يعني هذه أيضا من الثغرات الكبيرة جدا في الفرق بين الإيمان والإسلام الذي تناوله العلماء. ولذلك موضوع الإيمان والإسلام نحن لا نستطيع أن نعرف بالضبط حدود هذا مع حدود هذا وواقعية هذا الطرح الذي يقول به الغالبية الساحقة من السلفيين مثلا، يعني الغالبية الساحقة من السلفيين يقولون بهذا التفسير، يقولون أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في نص افترقا معناهما، وإذا افترقا في نص اجتمع معناهما، وهذا الكلام يؤكد أن هذا الكلام صحيح. ولكن بعض الناس قالوا لا، الإيمان هنا هو معنى أنك تأتي وتقول أنه أصبح لديه درجة زائدة عن التقوى. قالوا يعني كيف؟ قال هذه يسموها مراتب الإيمان، يعني إيش يعني مراتب الإيمان؟ يعني أنت في البداية تكون مسلم عادي، ثم بعد ذلك يرتفع إيمانك أكثر فتصبح مؤمن، وبعد ذلك يرتفع إيمانك وتصبح محسن. وهذا الكلام مع الأسف الشديد الآن ليس هناك وقت كافي لكي أدخل في تفصيلي، وإلا لبينت أن هذا الكلام فيه من التناقض وفيه من الثغرات العقلية والمنطقية وكذلك من أصل النص نفسه، يعني ما لا يحصى. فلا يمكن أن يكون الإنسان بأن يأتي نصوص الإسلام والإيمان والإحسان في نص واحد ويعطي كل واحد هذا المعنى الذي أنت تقول فيه ارتفاع مراتب الإيمان، وبعد ذلك تأتي وتقول لا إذا اجتمعا في نص اختلف معناهما، وإذا اختلفا في وإذا تفرقا في نص في نص اجتمع معناهما أو بالعكس. طيب، فإذا هذه النقطة مسألة أن الإيمان والإسلام لهما مدلول واحد في حالة ذكر إذا ذكر أحدهما ولهما مدلولين في حالة إذا ذكرا مع بعض، هذا الكلام غير سليم أبدا. وهذا الذي مثل ما قلت في البداية أن علماء الإسلام خلال 1400 سنة يحاولون دائما أنهم يوفقوا بين هذه النصوص المتعارضة، وهذا طبعا إن دل على شيء يدل على أن الذي كان يكتب هذه النصوص أو الذي كان ينقل هذه النصوص أنه ما فكر فيها بهذه الطريقة التي نحن نفكر فيها اليوم، وأن الناس كانوا كذلك على درجة بدائية جدا من الوعي ولم ينتبهوا لمثل هذه الأمور. طيب، نحن نعرف أن موضوع الإيمان كان له غاية الأثر وتأثير كبير جدا جدا في إشكالية الفرق الإسلامية، في اختلاف الفرق الإسلامية. فلماذا يعني نقول هذا الكلام؟ لأنهم لما اختلفوا في معنى الإيمان اختلفوا في حدود العلاقة مع هؤلاء المؤمنين. لماذا؟ لأنما إنما المؤمنون إخوة،
طيب إذا أنت ما كنت أخي بمفهوم المخالفة ماذا ستصبح؟ إنما غير المؤمنين ليسوا إخوة، هذا هو المعنى الكلام. أما لماذا هو حصر الأخوة بالإيمان؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى له عضو استدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب إذا ما كان مؤمن لا يدخل في هذا النص. بالإضافة إلى هذا، لما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هنا هم العلماء والأمراء بالإجماع. طيب إذا ما كان منكم يعني ما كان من المؤمنين، ما أصبحت له ولاية، ما أصبحت له طاعة، ما أصبح له حكم ولا خلاف. ولذلك هم أجمعوا بالإجماع، قالوا أن الإنسان إذا خرج من الدين سقطت ولايته، لأن من شروط أو من أركان صحة الولاية أن يكون الإنسان مؤمن. أتأمل هذا الكلام. فمثل هذه الأحكام التي هي تبنى على الإيمان، إذا انعدم الإيمان تنعدم هذه الأحكام. وهذا مثل ما فسره الفقهاء، قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فأنت إذا عندك حكم، هذا الحكم له علة، وإذا كان هذه العلة هو الإيمان، فإذا افتقد وعدم الإيمان افتقد وعدم الحكم أصلا. وهذه إشكال، طبعا هذا فلسفيا أو نظريا لما نتكلم فيه هذا ما له أي قيمة. لماذا احنا جالسين في رفاهية فكرية على الإنترنت؟ لا قيمة لهذا. ولكن تصور أنت مثلا رجل تحكم ملايين الناس، وتحكم هؤلاء الناس باسم هذا الإيمان، فأنت إذا سلب منك اسم الإيمان راح يسلب منك حق الإمارة. ونحن نتكلم في ماذا؟ في مجتمع بدائي جدا، الكل مسلح، الكل عنده سيف، والكل عنده عشيرة، وناس يرون أنفسهم مثلهم، والقرآن طازة لسه، يعني لسه أنت بينك وبين النبي يعني أقل من 30 سنة، 26 سنة، 24 سنة، بل أقل من ذلك، يعني في زمن عثمان في آخر 6 سنين من خلافته، يعني أخو عثمان وحكم 12 سنة. فإذا الناس لما اختلفوا في إيمان هؤلاء قالوا هذا ليس مؤمن، على الأقل قالوا في علي بن أبي طالب لما خرجت الخوارج، قالوا هذا ليس مؤمن. قالوا كيف ليس مؤمن؟ إذن ماذا؟ قال إن لم يكن أمير المؤمنين فماذا هو؟ قالوا إذن هو أمير الكافر. قال إذا هو مش مؤمن سيكون كافر. طب والجيش الذي معه كيف يرضون بإمارة وقيادة كافر؟ قال إذن هم أيضا كفار مثله، ولذلك قاتلوا وقتلوا يعني ناس من أصحاب علي، وكذلك قتلوا علي بن أبي طالب في نهاية المطاف بيد واحد من اللي كان اسمه عبد الرحمن بن ملجم. هذا الاختلاف بين الفرق، وهنا مسألة مهمة جدا، ماذا يعني هم كيف بنوا تصورهم لهذا الإيمان؟ لأن أنت عندهم، وهذه النقطة التي دائما نتكلم عنها، أنت ما عندك نص واضح، أنت مهما حاولت ومهما درت ومهما رحت ما عندك، أنت الذي عندك نصوص مبهمة، يعني ما عندك وضوح، لذلك صار هذا الاختلاف. وهذا الاختلاف ماذا يعني؟ إيش هو التركيبة الفلسفية لموضوع الإيمان في هذا الاختلاف؟ لأن الناس اختلفوا في موضوع الإيمان بشكل رئيسي على 3 فرق. بمعنى فرقة قالوا أن الإيمان هو 1، 2، 3، وفرقة قالوا لا، الإيمان هو فقط 1، 2، وفي ناس قالوا لا، الإيمان هو فقط 2، 3. وبالتالي صارت عندنا 3 فرق رئيسية تشعبت منهم المفاهيم الثانية للفرق الثانية. الفرقة الأولى هي فرقة الذي يسمى بأهل السنة والجماعة، والفرقة الثانية هي فرقة الذي تسمى بالمرجئة، والفرقة الثالثة هي الفرقة الخوارج. ماذا يقول الخوارج في موضوع الإيمان؟ لأنه هو كيف صار هذا الاختلاف؟ ثم قالوا ماذا؟ قالوا الإيمان، لما قدمنا التعريف في البداية، الإيمان وماذا قلنا؟ هنا البعض قالوا أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب، وهذا ما أحد يتطرق له لأنه مسألة كبيرة. ثم قالوا هو نطق باللسان. ثم قالوا ماذا؟ قال وهو عمل الجوارح والأركان. طيب جميل، قال إذن هذه الأمور من الإيمان.
الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا لا، الإيمان كتلة واحدة. إيش يعني كتلة واحدة؟ ما يتجزأ، بمعنى أنه إذا خرج منه شيء انعدم الإيمان. هذا الكلام الذي طبعا ليس مسلم ولا لا يبحث في هذا المجال، لا ربما تأتيه يعني وجعت رأس من هذا الكلام، وحتى لا يصعب عليه أن يفهم. ولكن الفكرة الفلسفية هي هكذا: أنت الآن عندك مجموعة أعمال، هاي مجموعة الأعمال مثلا عندك مثل ما أتى في الحديث، الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. قالوا ماذا؟ قالوا أنك إماطة الأذى هذا من الإيمان. إماطة الأذى يعني ماذا؟ يعني أنك تشيل حصوايا، شجرايا، عودايا، خشبايا، أي حاجة موجود في الطريق يؤذي الناس. قال هذا من الإيمان. قال أنت إذا الإيمان هو كتلة واحدة، وهذا هو داخل في مفهوم الإيمان، أنت إذا ما عملت هذا الشيء فأنت غير مؤمن، وإذا لم تكن مؤمن فأنت كافر، وإذا كنت كافر ينطبق عليك أحكام الكفار، إن كان القاتل فهو القاتل، وإن كان السبي فهو السبي، وإن كان الصلح فهو الصلح، فحسب الحالة. هذا نظرة الخوارج. فقال فأدخلوا ماذا؟ أدخلوا جميع الأعمال العبادات ووضعوها في دائرة الإيمان، وهذا الذي قالوا أنهم كانوا يكفرون بالكبيرة. يعني بالكبيرة يعني الأعمال هما هو عبارة عن قسمين: قسم أوامر وقسم نواهي. هذه الأقسام قسم منها إذا فعلتها أنت إذا لم تأتي بها ستكون غير مسلم، وقسم إذا ارتكبتها ستكون غير مسلم. ولكن الغالبية الساحقة من هذه الأعمال الكبائر إذا فعلتها أو لم تفعلها، سواء كان أوامر أو نواهي، فأنت لا ليس لك علاقة في يعني لا يقدح في إسلامك طالما أنك لا تنكر ذلك. هكذا هو الفكرة عند أهل السنة والجماعة. بينما عند الخوارج قالوا لا، كل هذه الأمور كلها داخلة في الإيمان، وبما أن الإيمان هو عبارة عن جزء واحد، إذا أخرجت منه أي شيء فالجزء كله خلاص سينهدم، فأنت لا تستطيع أن تأتي وتقول أنا أزني وأنا لساتني مؤمن أو مسلم، أنا أشرب خمر وأنا لست مسلم أو مؤمن. لا، أنت إذا فعلت هذا فهذا يدل على أنك لم تعد مؤمنا. قالوا إذن يخرج من الإسلام. إجت المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا لا، هذا الكلام ليس هكذا، أنت الإيمان هو التصديق، وأنك تقر بقلبك وتنطق بذلك بلسانك، وطالما أنك تفعل هذا سواء أتيت بأعمال البدن أو لم تأتي بأعمال البدن، بل بعض منهم قالوا حتى لو كفرت بلسانك هذا لا يدل على أنك كافر، وإنما هذا يدل على أنك تقول هذا الكلام معصية لا يؤثر في إيمانك. فإذا أنت هذه الأعمال سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت من الأمور التي تبنى عليه إسلامك أو لا يبنى عليه إسلامك، أنت لا تحتاج لها لإثبات حكم الإسلام لك. أتيت بها كان بها، ما أتيت بها ما يهم، لأن أنت مسلم في النهاية. وطبعا هذا الفريق يستدل بأقوال عفوا بالنصوص، المرجئة، وهذاك الفريق الخوارج يستدل بالنصوص. وأتى أهل السنة والجماعة وقالوا لا، قال هؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال، والصواب وهكذا. وفي الحقيقة لا هؤلاء ضلال ولا هؤلاء ضلال ولا يعني كل واحد منهم عنده نص يستشهد به. عملية أنك توفق بين النصوص هي عملية أنك تحاول أن تبين أن هذه الأمور يعني لا بأس بها، أنا وحتى لو تناقضت وتعارضت النصوص فأنا أستطيع أن أعمل لها مخرج. هذا هو أصل الخلاف بين الفرق الإسلامية على مسألة الإيمان. طبعا هناك مسائل ثانية، ولكن لا ترى فرقة من الفرق الإسلامية إلا وصار فيها يعني هذا الخلاف بينها وبين الآخرين. وطبعا الفرق كثيرة جدا، ولكن هذا هو العناوين الرئيسية لها، يعني هم هذه ثلاثة فرق، وهذا هي التركيبة الفلسفية لموضوع الإيمان لديه، أنه جزء لا يتجزأ. هؤلاء قالوا جزء لا يتجزأ، والكبائر ليس من الإيمان،
وهؤلاء قالوا جزء لا يتجزأ والكبائر من الإيمان، وهؤلاء قالوا لا هو يتجزأ ويتفاضل فيها أهله ويزيد وينقص، وهؤلاء هم الذين يعني يسمون بأهل السنة والجماعة، وعشان يعملوا حل لهذه الليلة. طيب إذا عرفنا هذا، ما هو المهم في معرفة هذا الكلام؟ يعني أنت قد تتصور أن هذا الكلام مسألة تاريخية وانقضت، وهذا كلام غير حقيقي. تأثير أحكام هذا الفهم لا زال موجود إلى يومنا هذا. طبعاً اليوم نحن ليس لدينا خوارج، وهذا من الأخطاء الشائعة والكبيرة عند الناس الذي يسمون الجماعات الأصولية والمتطرفة والجهادية والإرهابية السامية، ما يقول أن هؤلاء خوارج. هؤلاء ليسوا خوارج حقيقة. الخوارج كان مذهبهم معروف أنهم يكفرون بالكبيرة، القاعدة والدولة الإسلامية والجماعات الأخرى، سواء من أقصى المغرب إلى أقصى الحراب إلى أقصى يعني أفغانستان. ليسوا خوارج هؤلاء، هناك بعض الجماعات لديها نوع من الغلو يسمون الغلو، ولكن ليسوا خوارج، لا يكفرون بالكبيرة، قد يكفرون بالشبهة وبالجهل، ولكن لا يكفرون بالكبيرة. طيب، وعندنا الجهة الثانية وهي المدرسة التي كان يترأسها قبل عقدين أو أكثر، خلال العقود يعني تقريبا قبل 40-50 سنة، كان من أكثر الأسماء المشهورة التي كان يترأس هذه المدرسة هو محمد ناصر الدين الألباني، وهو الذي كان يقول بأن الإيمان الأعمال ليست فصلا في موضوع الإيمان. وطبعا لدينا المتصوفة، والذين هم غالبا على رأي المرجئة، الأشاعرة هم يعني على رأي مرجئة الفقهاء كما محمد ناصر الدين الألباني من السلفين، ولكن المتصوفة أغلبهم على رأي المرجئة، يعني هم الذين يقولون أن الإيمان لا يحتاج هذا الكلام، المسألة قلبية، وأنك إذا فعلت حاجة بقلبك وقلت بلسانك خلاص هذا يكفيك يعني للإيمان، وهو يعني مذهب مريح. ولذلك هذا المذهب هو غالبا ينتشر بين الناس وخصوصا عند الرخاء. يعني الشاهد من الكلام أن مثل هذا الكلام لماذا يعني هو مهم؟ لأن الفرق الحالية هي تستمد مفهومها للحكم على الآخرين من هذا من هذه التركيبة الذي ذكرته. إيش هو الإيمان؟ الإيمان 1-2-3. إذا أنت لست مؤمن، إذا أنت لم تكن مؤمن أنت ماذا؟ أنت كافر. وطبعا الذي دارس هذا الموضوع يعرف أن مثلا عمدة ما يعتمد عليه هذه الجماعات التي تكفر الناس هي رسالة لمحمد بن عبد الوهاب، هي رسالة بسيطة يمكن من صفحة ونص بخطوط كبيرة حتى يعني مش بشروحات، عبارة عن 10 نقاط اسمها نواقض الإسلام. وطبعا الذين توسعوا في ذلك تفرعوا عن هذا، ولكن محمد عبد الوهاب لم يأتي من نفسه بهذا الكلام، وإنما هو أيضا هو ابن مدرسته، ابن المدرسة السنية السلفية، وهو كذلك يعتمد كثيرا على أقوال ابن تيمية وغيره، وكذلك حتى في السابق يعني نحن نعرف يعني الذين قرأوا للآجري العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة يعرف أن هذا الكلام نعم موجود في الأدبيات الإسلامية في التراث الإسلامي. إذن الجماعات الحاضرة الآن هي أسيرة تعريف هذه المفاهيم من الذين تكلموا في هذه الأمور قبل 1200 سنة، 1100 سنة، 1000 سنة، 900 سنة، 700 سنة، 800 سنة، 600 سنة، إلى ما يقارب 250 سنة يا محمد عبد الوهاب، وبعض طلابي وتلاميذي يعني وأحفادي، ولذلك تراهم يعني يهتمون بهذا التراث كثيرا، وهم يحكمون على الناس بنفس هذه القواعد، موضوع الإيمان وموضوع ماذا يدخل في الإيمان وماذا لا يدخل في الإيمان. إذن الأحكام التي يصدرونها على الناس هي ليس مثل ما يظن البعض أنها أحكام، لا هذه جماعات مخابرات، لا مش مخابرات، أنت يعني لازم تفهم الموضوع كيف بني
عشان تفهم أن هؤلاء على ماذا يعتمدون. نعم قد تكون هناك تلاقي مصالح، وقد أحيانا يكون هناك اختراق للجماعات إلى حد النخاع، بحيث أنهم يصبحوا العوبة بيد مخابرات دولة أو كذا. ولكن مثلا أعطيكم مثال، يوم ما كان أسامة بن لادن يقاتل في أفغانستان ورجع للسعودية، مثلا أسامة بن لادن لم يكن رجل مخابرات، وإنما هناك كانت التقاء مصالح حقيقية بين التيار الجهادي وبين الحكومات العربية والتوجه الأمريكي في ضرب الاتحاد السوفيتي. هذا الكلام كان ولا زال يتكرر في سوريا مثلا. الأتراك كان لهم يد كبير جدا في موضوع تسهيل الوضع للجماعات المسلحة وهجرة مئات الآلاف لهؤلاء الناس. البعض كان يهاجر بعائلته بعشرات من قبيلته. أنت الموضوع ليس مخابرات، ولكن فكرة هؤلاء شيء. أنت لما أذهب أقرأ أدبيات القاعدة، انظر المصنفات التي الدولة الإسلامية نفس الشيء، جبهة النصر نفس الشيء. فأدبيات هذه الجماعات هي بالضبط هذا الكلام الذي نقوله، هذا الذي نحن نتكلم فيه، أن هؤلاء يستمدون هذه الأحكام من التراث الذي لديهم، ومن أحكام ومن أقوال ومن تعريفات هؤلاء العلماء الذين عرفوا الإيمان والكفر. لماذا؟ لأن الإيمان، وهذا مما لا يمكن أبدا في حال من الأحوال أننا يعني نفصله عن بعض، الإيمان والتكفير ها ليس الكفر، الإيمان والتكفير هما وجهان لعملة واحدة. أنت إذا كنت تعتقد الإيمان بالله وبرسوله، وأنا أتكلم عن الإسلام على وجه الخصوص والتعيين، إذا كنت تعتقد بوجود الله ورسوله، وعفوا مش وجود الله، ولكن كنت تعتقد وتؤمن بالله وبرسوله وبالملائكة والنار وكل هذا الكلام، قد لا يكون في وعيك حاضر كل هذا التفصيل، ولكن أنت لا تستطيع أن تستمر في تفكيرك الذهني دون أن تجد تصل إلى مرحلة التكفير. ثم ليس بالضرورة أن ينبني على موقفك التكفيري عمل مسلح أو معادات أو كذا. وقد تقول يلا، وقد يظن أن موضوع التكفير مثل موضوع تصنيف الأديان، يعني يلا أنا مسلم أنت بوذي أنت عراقي أنا مصري أنا، ما عنده مشكلة. ولكن إذا هو أراد أن يتعمق ويلتزم بهذه المدارس، هذه المدارس كلامها واضح في هذا. إذا أردت أن تنتسب إلى المدرسة السلفية مثلا، وأردت أن بالفعل أنك تدرس وتلتزم بهذا، أنا لا أقول الإسلام، لماذا؟ لأن لا أؤمن بأن الإسلام يقدر يقول أو لا يقول، ولكن أقول المدارس، المذاهب، المناهج، الأحزاب. أنت إذا أردت أن تلتزم بالمدرسة السلفية، هناك تيارات عدة سلفية، ولكن أغلبها نظريا على الأقل متفقين على هذا الكلام الذي يقول لك في تعريف الإيمان وتعريف الكفر، سواء كان من الذي يدخل البرلمان ويدخل في العملية السياسية، أو كان من الذين يدخلون في صميم العمل المسلح والقتل وسفك الدماء. أتأمل هذا الكلام. إذن الإيمان والكفر والتكفير هما وجهان لعملة واحدة. أنت طالما تؤمن بأن هناك الله، هناك جنة ونار، هل جنة ونار لمن؟ هو إشكالية الإيمان بالله ليست إشكالية كبيرة صراحة، ولكن إشكالية الإيمان بالجنة والنار هي الإشكالية الأكبر، وهذا مما ربما لا يفهم أو لا يعرف كثير من الناس حتى من الطبقة المثقفة، ويظن قال الإيمان بالله يعمل، لا الإيمان بالجنة والنار يعمل. لماذا؟ لأنه هو يتعامل معك على أساس أنك أنت ستحترق في النهاية، أنت إنسان معدوم القيمة، وهذا ولا يستطيع أن يطعن في العدالة الربانية. فإذا هو من جواته سيضطر أنه بطريقة أو بأخرى أنه يؤمن بأن هذا هو العدل، بأن كل هؤلاء الناس، هذه الملايين، هذه المليارات كلها ستدخل النار. وعلى فكرة ليس من الغير منتسبين للإسلام، حتى من المنتسبين للإسلام أنت ستضطر أنك تحترق هناك ما لا نهاية. ومن الذي سيحترق؟
أكيد من المشركين والكفار، لأنه هذا، لأن من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان سيدخل الجنة، وقد يحترق، قد يحترق سنتين ثلاثة عشرين يمكن 200 سنة، ولكن لا يشفع له أن يكون حتى يعني من مناصري المسلمين، بل من مناصري الرسول، كما أتى في بعض النصوص عند السنة أشياء لا يقولون بذلك، يعني لا يؤمنون بهذا أصلا. في موضوع أبو طالب قالوا أن أبو طالب هذا يدخل النار حتى وهو مناصر للرسول، قال لا، هو عنده عذاب مخفف. إيش هو العذاب المخفف الذي عنده؟ قال أنه ينتعل نعال يغلي منه دماغه، يعني أنت عليه جمرة في النعال هذا، من حرارة هذه الجمرة أن دماغك يصير يغلي. هذا هو ليش؟ بسبب أنه ناصر الرسول، ولكنه ماذا؟ قال أنا متت على دين الأشياخ. إذن هذا هو النظرة، التصور، أنت عندما تؤمن بالجنة والنار أنت ستضطر أنك تكفر هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا الكلام، وهذا هو مصير هؤلاء الناس. إذن الإيمان والتكفير وجهان لعملة واحدة، لا يمكننا بحال من الأحوال أننا نفصل بينهما إذا أردنا أن نفهم العملية من الداخل، كيف ركبت، كيف شكلت، كيف عجنت. وأنا يعني أحرص دائما وأكرر أن أقول، أنا لا أقول الإسلام هو هذا، ولا يوجد إسلام ولا إيمان ولا شيء، هذه المدارس هي هكذا. لماذا قلت لك هناك فرقة كذا تقول كذا، هناك فرقة تقول كذا، وهناك فرقة تقول كذا. الآن الغالبية الساحقة من المسلمين قد لا يفهموا هذا الكلام ولا يعرفونه أصلا، ولكن الملتزمين بالمدارس السلفية على الأقل، الملتزمين بها، يعرفون هذا الكلام. ولا يغرنك كان إذا حتى قال لك مثلا شيخ عالم مجتهد كذا يقول لك لا نحن نحاول ونتعال، لا يوجد هذا. هو إذا عنده هذا فهو عنده أحكام، وإذا عنده تكفير لدي أحكام التكفير عند أهل السنة والجماعة. مثلا إيش هي أحكام التكفير؟ أحكام التكفير عبارة عن مجموعة من الأمور. إذا كنت طبعا مرتد فأنت تقتل، وإذا كنت غير مرتد وكنت رجل كافر أصلي يسمونه، فأنت حسب أنت وضعك وين. هل أنت من الذين يشملهم الصلح والجزية؟ هل أنت من أهل الأمان؟ وهذا الذي توسعوا فيه لمحاولة إرضاء السلاطين والحكام، أو أنك من مجموعة أنك الدم الدم والهدم الهدم، مثل ما قال أسامة بن لادن في الأمريكان، قال ولا تجادل أحدا في قتل الأمريكان. يعني وين ما تشوف أي أمريكي روح اقتل، خرب بيت الأبل. يعني أنت تروح تقتل مثل ما، فإذا هذه هي المدرسة، هذه المدارس الثلاثة. إذا عرفت هذا تستطيع أن تفكك هذه المعاني. وجيدا أنا نشرح هذا الكلام للناس وحتى المسلم يعني يفهم هذا الكلام، بحيث أنه يكون على دراية وعلى فهم بما يحصل في هذه المدارس وفي هذه المعنى. طيب أنا أكتفي بهذا القدر في المحور الأول على الأقل، وإذا كان هناك فرصة أو لقاء ثاني ربما أستطيع أن أوضح الناحية الثانية من المحور الثاني، وهو محور فلسفي بعض الشيء ليس له علاقة بهذه الدهاليز الفقهية والعقدية والتاريخية مما صار بين الصحابة وبين المسلمين والمدارس. شكرا جزيلا أستاذ منصور وتحياتي لكم، تفضل. شكرا جزيلا، كان بالعكس طرح رائع وبتفصيل ودقة وبعلمية، مشكور صديق محمد على هذا الطرح الممتاز. وأنا بالنسبة لي يعني هذا الطرح خلاني أكتفي أو أستغنى عن كثير من اللي كنت مجهزة، وخاصة قضايا تعريف الإيمان والفرق المختلفة وما إلى ذلك، فهذا شوية يخفف علي أكثر من ما سأقول، لكن المشكلة كيف سأختصر هذا الذي أنا مجهزة. يعني على كل حال أقول بأن الإيمان أو فكرة الإيمان هي أكبر مولد للشر، وأرى وفقا لتجارب التاريخ وكما يتضح جيدا لكل من يبحث في قضية الإيمان، أن هذا الإيمان رغم منافعه يعني الآنية كان دائما ثمن باهظ على المدى الطويل، بل أن تواصل الإيمان واستمراره
ترسخ جذوره يدمر كفيل بتدمير كل إنسان وكل مجتمع. وهذا بالضبط عكس ما تروج له الأديان والسلطات أو البلدان التي تتبنى خطاب الأديان. تجارب التاريخ كلها تقول كل ما زاد إيمانك كل ما قلت إنسانيتك، وكل ما زاد شرك، وكل ما قل إيمانك قل شرك وزادت إنسانيتك. فلولا الإيمان وسلطاته المتعددة، سلطات هذا الإيمان، لما تخلف الإنسان، ولولا الشك لما تطور هذا الإنسان. الشك هو الذي جعل الإنسان يتقدم ويتطور ويجعلنا نكتشف كل هذه المخترعات يعني الأشياء العظيمة التي نحن فيها الآن. أنا قبل قليل تلقيت لقاح ضد كورونا، وهذا يعني هو لم يتحقق إلا بفضل الشك وليس بفضل الإيمان. على كل حال، النقطة الثانية أقولها، راح أقول إنه الإيمان معناه، وهذا وضح الصديق محمد، بأنه معناه التصديق بدون دليل. وكثير من الناس يعتقدون بهذا بأن هذا الإيمان هو مفيد دائما، وأنا أعتبره هذا وهم قائم على وهم بدوره. لماذا؟ لأن الإيمان الدائم بأي معنى ما بيطعم ولا حتى معنى. أقولها مرة أخرى، الإيمان الدائم بأي معنى لا طعم له ولا معنى، فهو يجعلنا أدوانيين نرفض الآخر ونضطهده. يعني الإيمان بالقلب ما يخالف، بس لكن إحنا أوتوماتيكيا راح نسوي سير بيننا وبين الآخرين حاجز، ومن الصعوبة أن نرفع هذا الحاجز. تاريخ المؤمنين كل دائما يقول هذا الشيء، بل أن النص المقدس والحكايات المقدسة نفسها تقول هذا الشيء. وحتى أثبت بالدليل أن الشيطان نفسه ما كان ممكن أن يصير شيطان لولا إيمانه. قال أنا أؤمن بالله لكن لا أؤمن بالإنسان، أنا عند عهدي وعند إيماني لكن لا أؤمن بهذا الإنسان. فإذن الإيمان يعني هو الذي خلق الشيطان بصراحة. لا، هذا أنا دا أبني حجة ليست منطقية لكن حجة قائمة على قصة أسطورية أو قصة إيمانية أو قصة دينية يؤمن بها الكثيرون. يؤمن بها، أكرر كلمة يؤمن بها الكثيرون. أما الإيمان المختلط بالشك الدائم فهو الذي يضفي معنى وطعم مستساغ على كل شيء. يكاد أنا أقول أن الإيمان يدمر الإنسان كما قلت، فكل ما زاد إيمانك يزداد الشر، وقل فيك ما هو إنساني، وكل ما قل الإنساني كل ما انخفض الشر وزاد الإنسان، يعني الإيماني قصدي. الآن راح أقول بأن الإيمان لا علاقة له بالإسلام، أن كلمة الإيمان على الإطلاق تتناقض تماما مع كلمة الإسلام، وراح أوضح كيف. الإيمان موقف شخصي لا يمكن بأي حال من الأحوال تعميمه. هو الإيمان مسألة قلبية كما يقول يعني علماء الدين المسلمين، فهو متعدد بتعدد المؤمنين، بالتالي لا يمكن ترويض هذا الإيمان وحشره في حضيرة الدين وجعله مسألة جماعية. هذه المشكلة كانت مشكلة عويصة بصراحة أمام علماء الإسلام. يعني هم يردون، كانوا جاهزين يردون يسوون دين. من يطلع على أقوالهم، أنا من طلعت على أقوالهم ودققت بالموضوع أكثر قبل الحلقة، يعني اندهشت. شيء ارتباك وشيء لا يوصف، وتخبط وأشياء متعارضة مع بعضها، يعني بصراحة فضيحة لا يمكن تغطيتها بأي شكل من الأشكال. يعني فضيحة مخزية بصراحة. أنا أعتذر، هذا ما أنا لا أتحدث عن الدين الإسلامي، أتحدث عن التراث الذي تركه لنا الفقهاء والذين صنعوا هذا الدين بأركانه وأصوله ومعاملاته وعباداته. السبب أن هذا الإيمان القلبي، هذا اللي قال عنه الجهم بن صفوان، هو نتاج الحرية.
هذا اللي ما يحتاج ولي أمر ولا يحتاج ولي وفقيه ولا حتى يحتاج أي رجل دين. فإذا كان هذا الإيمان هو المعتمد وهو الأساس، فيعني كيف إذن ستبقى أبواب السلاطين ورجال الدين مفتوحة وشغالة؟ يعني كيف ستقاد الأمة بهذا النوع من الإيمان الحقيقي؟ طبعا يعني ماكو أحد من دول يريد يقطع رزقه، فماذا كان الحل؟ قالوا يعني كما تقول اللغة أن الإيمان هو التصديق بالمطلق، والتصديق لاحظوا مسألة شخصية ولا علاقة له بطاعة الإله أو الآخرين. اختلفوا وين هنا بين تصديق القلب واللسان، أي بين الإيمان مع النفس والإيمان المعلن عنه، يعني بغض النظر عن المصداقية، يعني أنت مع قلبك مؤمن، وكو هناك إيمان معلن، يعني أنا تقول أنا مؤمن لكن مو بالضرورة تكون تصادق. المشكلة وين؟ أن الدين، كلمة الدين أو مفهوم الدين بجميع معاني لغة واصطلاحا ومفهومة لا علاقة لها له على الإطلاق بتعريف ومعنى الإيمان. معنى كلمة الدين اللغوي هو يدور حول الطاعة، ولا علاقة كما أي إنسان عاقل يعني يدرك بأنه لا توجد علاقة بين الطاعة والإيمان. الطاعة تتطلب علاقة بين سلطة وعبد، وهذه ما لا تقوم على أي أساس أخلاقي. العلاقة بين سلطة وعبد، حاكم ومحكوم، الإيمان شيء آخر. لهذا السبب هذا العلاقة أيضا الموضوع، يعني هسه الآن شفنا التناقض الصارخ بين كلمة دين أو معنى كلمة الدين أو مفهوم الدين أو الدين كما نعرفه ومفهوم الإيمان. الآن راح نجي التناقض بعد أكبر، التناقض هو معنى مفهوم الإسلام نفسه. الإسلام يتناقض كلية مع الإيمان حتى بالتعريفات التي طرحها الفقهاء، ومنعتهم الشافعي والأشعري وغيرهم، وابن باجة أيضا عنده قول. أي الإسلام ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام على مبدأ أسلم تسلم، وهو بالمناسبة كثير من الناس ما يعرفون أنه يصورون هذا المبدأ هو للمشركين أو غير المسلمين. لا، هو يشمل الجميع، مسلمين وغير مسلمين، لأنك تسلم تسلم، يعني هو أصبحت مسلم خلاص، أصبحت تحت وصاية الإسلام ورب الإسلام ووكلاء الإسلام. هنا صارت مشكلة خطيرة، أكو تعارض بين أشياء أساس. يقول الله أنه أو الكتاب المنزل يقول أن الدين عند الله هو الإسلام. زين، هنا شلون نحل المشكلة؟ الإسلام شيء مختلف تماما عن الدين، وشيء مختلف في الدين مختلف تماما عن الإيمان. هنا الفقهاء داخلوا وجدوا حل شيطاني طبعا، فقالوا ماذا قالوا؟ قالوا طرحوا فكرة التصديق باللسان، ولكن هذه أضافوها على التصديق بالقلب. وقالوا ماذا قال؟ قالوا هو الإيمان هو فعل بالقلب واللسان وسائر الجوارح، وهذا المعنى خطير جدا. يعني أي أن الدين الإسلامي أصبح دين بلا أخلاق ولا يقوم على أخلاق، بل أنه يعاقب عليها. يعني حتى نوضح أكثر شنو اللي صار الآن، هذا الدين وفق هذا التعريف أصبح دين سياسي بامتياز. يعني أنت ما تحتاج مؤمن بالقلب، لا ما نحتاجه، نحتاجك أن تكون مؤمن بالفعل وباللسان وسائر الجوارح، يعني أنت تقوم بأفعال وتنفذ الأشياء المطلوبة منك. معنى أدق أن الإسلام لم يعد، يعني ماكو داعي الآن بعد نقول إسلام سياسي، لأنه هو سياسي أصلاً، هو يطلب منك طاعة. الطاعة هي شنو؟ فعل سياسي. ما هي الطاعة؟ هي فعل سياسي. فإذا يعني أنا الآن أضحك من يقولوا أكو إسلام سياسي، يعني هو يعني هذا مو قولي، يعني أقول لك هو الدين هو الطاعة، والإيمان طاعة، والإسلام طاعة، كلها طاعة. فإذا هاي كلها سياسة، فأين يعني هذا الإيمان الشيء الوحيد كان ممكن يطلع الإسلام من خانق الـ يعني خانق هذا الضيق اللي وضع نفسه به، وشوية يطي نفحة دينية، نوع من يعني نوع من الروحانية. لكن حتى هاي راحت، طيروها راحت.
حاولوا متصوفة شوية طبعا بس دمروهم. على كل حال هذا الإسلام سياسي، أنا أضحك من أسمعه، شنو إسلام سياسي؟ هو سياسي أصلا يعني، عندما أقول لك الدين الطاعة والإسلام هو الطاعة والقياد والإذعان والامتثال، زين شنو يعني هي السياسة شنو بعد؟ فيعني يعني كأنما أنه يقول لك أنه هنالك الدين إسلام لا غير سياسي، هو سامعين بهذا الشيء؟ كأنما يعني أنت الواحد يقول لك أكو إسلام سياسي، كأنما هنالك إسلام غير سياسي، وهذا كلام غير صحيح وغلط. باختصار أصبح التصديق بالله والرسول غير كافي، أصبح الإيمان القلبي مرفوض، يجب التعبير عنه باللسان والعمل، أي أنهم جعلوه إيمان جماعي. وبالله عليكم هل هنالك إيمان جماعي؟ هي مسألة أنت إنسان، يعني ما ممكن تدخل قلب إنسان وتقول تعال سير مؤمن بالمطيع، هذا شيء يعني لا يمكن أن يحدث إلا إذا الإنسان يعني تم إلغاء أو شطبة تماما بصفتك المستقل بالكامل، ويعني وجاء لو يعني أنا شيء ما أعرف أترك لكم. بالنهاية وين نوصل؟ نوصل لأن الإسلام هو عدو الإيمان القلبي، وأن الدين بتعريفا واصطلاحا وتاريخا، والدين كما نعرفه لا يطالب بهذا الإيمان، إنما يطالب بنوع جديد من الإيمان اخترعه الفقهاء فقط، وهو إيمان الطاعة، أي الإيمان السياسي الذي لا يراعي الإنسان ولا الأخلاق، إنما يطالب بالإذعان والامتثال. ويكفي أن نقول يطالب، فأنت كيف قلبك يعني واحد يجبرك على شيء، فهل هذا إيمان؟ هذا إرغام وإذلال واستبداد. هنا يصبح الإيمان غريبا على معناه الأساسي. المشكلة وين؟ إن الدين ما يقدر يتخلى عن هذا الدعاء الإيمان، إحنا لازم من أذر ذاك الزمن، يعني لابد أن نكون منصفين، ذاك الزمن كان مشكلة، يدون يسوون دولة، يدون يسوون دين، فالإيمان كان نقطة ضعف خطيرة جدا لابد يعالجوها، فهم سووا التفوا على الموضوع بطريقة أخرى ونجحوا بترسيخ نوع من الإيمان أو نشر نوع من الإيمان المزيف اللي هو ما له علاقة بأي دين. وعلى كل حال كان الحل هو هذا الإيمان، وإبقاء هذا الإيمان لأن ما يقدرون يخلون عنه، لكن تفريغه من محتوى. هذا الحال نفسه طبعا مو بس على الإيمان، هذا ينطبق على عشرات المفاهيم الدينية الأخرى مثل الإسلام، الحلال، الحرام، الفرائض، المنكر والمعروف، الخلافة والأمر، الخير، الشر، حق، باطل، الله، آخرة، رعية، حتى كلمة الدين نفسها، كلها يعني رجراجة وفضفاضة وكلمات تعريفات لا حد يعرف ما هي الحقيقة. الحقيقة الوحيدة الراسخة بأنه هنالك سلطة قاهرة لا تتفاهم وتقتل أي شخص وتكفره وانتهى الموضوع، وهذا كله كلام يعني سميه وغف لغوي، غيوم لغوية. على كل حال مشكلة الدين الإسلامي تتضح وين؟ بشكل خطير جدا طبعا، أنه في جوهره عقيدة متعطشة لممارسة السلطة، لكنها في الوقت نفسه مرغمة على استعمال مفاهيم منتشرة بمحيطها وجميعها لا تلبي طموحاته وأهدافه. بالنتيجة أصبح لدينا دين مخلخل لا ينطوي على أي مفاهيم واضحة ودقيقة. وهنا راح أختصر الموضوع بنقاط سريعة أحاول قدر المستطاع. الإسلام أولاً، الإسلام يتعارض مع الإيمان، فهو يشترط الطاعة وهذا ينفي الحاجة للإيمان، فما قيمة إيمان إن أعلنت الطاعة أمام آخر؟ هنا لا يصح أن نقول أن المسلم مؤمن، إنما شخص مطيع أو عبد المطيع، وهذه فضيحة كما ذكرت. فلماذا، والسؤال لماذا حصر معنى الإيمان في مجرد الطاعة والانقياد؟ هذا منطق الملوك والسلاطين، هذا منطق يعني سواء يعني أديان توحيدية أو الوثنيين أو الكل، هذا مو منطق دين حقيقي، منطق سياسة وسلطة. هذا كما قلت يؤكد بأن الإسلام عبارة الإسلام السياسي هي زايدة، ويعني لأنه توحي بأن هناك إسلام غير سياسي. ابن ماجه يقول الإسلام يغير الإيمان ولا ينفك عنه، هذا تعريف يعني
يعبر عن نفسه. ثانيا، الدين أو التدين يعني الانقياد، أي أن الدين هو علاقة حاكم بمحكوم أي سياسة، وكما قلت أن الدين عند الله الإسلام وشرحت الموضوع. ثالثا، أن التصديق ليس الطاعة، هو موقف خاص، لا يمكن أن تقول أنه التصديق والإيمان تصديق، غير هذا تعريفه، تعريفه سواء باللغة أو عند الفقهاء. فأنت ما تقدر تقول هو يعني هو تصديق موقف خاص شخصي، ما ممكن يتحول إلى طاعة سياسية. الطاعة تتطلب وجود أطراف آخرين، لكن لا يمكن أن تطلع من قلبك وتصير يعني ما ممكن. هنا التعريف الجميل ده راح يصير عندنا ثلاث أقسام. هناك تعريفات يقول إنه الدين هو الإيمان، هو إيمان قلبي، وهذا كما قلت تعبير جهم بن صفوان، أتذكر عبارته جميلة طبعا، يقول: من عرف الله بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقر به فهو مؤمن كامل الإيمان. تعريف جميل، يعني تقريبا تعريف ممكن الآن معاصر يكون. النتيجة، وهناك إيمان يسمونه ثالث فعل القلب واللسان، وبالنتيجة النهائية اللي تم الاتفاق عليها بالنهاية واللي جرى العمل بها حتى يومنا هذا، هي أن الإيمان ليس مستقلا. لكن المشكلة واجهة ومشكلة الفقهاء وين؟ أنه الإيمان درجات، يعني ما ممكن تجيب طفل وتقول عليه أنه هذا مؤمن، يعني كيف ممكن؟ فهذه أهم حلوها، سووا لها درجات، بها مشاكل ما راح أتوسع بها. راح أسوي الفقرة الأساسية الآن الثانية. أقول يعني هنا المشكلة وين صارت؟ إن الإيمان انتقل من القلب إلى اللسان، يعني هو جهل بن صفوان كما شفنا إنه قال الإيمان هو إيمان القلب. الناس سووا الفقهاء حتى يحلوا المشكلة، جابوا القلب، نقلوه من القلب إلى اللسان، وبعدين نقلوه لليد أو للفعل، جعلوا هذا الفعل. فأنت لازم إيمانك يطلع بالفعل، والفعل هذا لازم أنه تطيع الآخر، أنه حسب أوامر الآخرين. فإذا طلع من القلب، يعني لم يعد الإيمان له علاقة بالقلب على الإطلاق، وأنه راح يرجع بطريقة معاكسة. يعني هاي لها بحث فلسفي ممكن بعدين. أنا أعتقد أنه هناك مشكلة كان عند الفقهاء، يعني هو ليش فكروا بهذه الطريقة؟ أولا أقول بأنه هو أنه هم كان البرادايم، إذا صحت البرادايم، يعني بالعربي برادايم يقولون، هذا كان سياق الحياة ذاك الوقت، يعني لا يستوعب وجود فرد وأفراد. فهم لا، ما يعني فكرة فرد وإنسان حر ومستقل، هاي فكرة حديثة معاصرة. الناس القدماء ما عايشين في نسق أو برادايم كما يقال، مختلف تماما، فما مستوعبين. هاي واحدة من الأسباب. السبب الثاني يقول انهم يعني كانوا يردون سلطه ويجاهلون حاجات الانسان، بدليل هم يعني عندهم احساس بفكره المفهوم الايمان بالقلب. وحتى يعني هذا انا ايضا ممكن يعني انه المجتمعات الشرقيه ممكن حتى احيلها لمقوله الهيجل، يقول المجتمعات الشرقيه لا تعرف شيء اسمه الحريه. يعني الانسان داخله ما يفهم شيء اسمه حريه، ولا يعرف انه ممكن أن يكون حر. هو ممكن الحر بالنسبة للإنسان الشرقي يقول هو، أو كثير آخرين يقولون من الغربيين يصفون وضعنا بطريقة سيئة، أو بعد هاي راد لها نقاش أنا ما أتبنى طبعا، لكن يقول أنه فكرة الحر أو المتحرر فكرة شريرة تعتبر بالنسبة للشرقي، وأنه فكرة الحرية بالتالي غير مطروقة عند الشرقيين لحد هذا اليوم. هنا راح أوضح أنه أكو تراث طبعا جميل يوحي بأنه مع هذا، يعني أنه تراث موجود أكو يوحي بأن الإيمان مستقل، بس هذا أهمل كما قلت. والسؤال كما يعني شوف، ليش تحول تعريف الإيمان من العرفان إلى الإذعان، يعني من معرفة إلى الطاعة؟ لأنه كما قلت أو أشرت إلى أن الإيمان ليس أمرا قابلا للإهمال، ولا يمكن لأي دولة أو السلطة أن تهمل هذا الموضوع بدون ما تحاول السيطرة عليه وتحجم هذا الإيمان، لأن الإيمان معناته فرد، والفرد معناته مستقل، والاستقلال معناته حرية، والحرية معناته حرية التعبير، ومع الحرية التعبير معناته
انتشار انتهى بعد مقطع. فإذا الدين هو معنى الكلمة، الدين هو عدو الإيمان. إذا ها كان هذا الإيمان لا يذعن للطاعة، أي بمعنى آخر أن أصل الطاعات هو الإيمان، وهذا تعريف مو مالتي، هذا تعريف مال الفقهاء، ما أعرف يعني. إذا أطلع لكم أصل الطاعات هو الإيمان، والغاية ما هي الغاية؟ الغاية تجريده من القلب، يعني شلعة، يعني الإيمان أصبح ليس فعلا خاصا، ليس فعلا إنسانيا. المعتزلة مع الأسف كان موقفهم سيء بهذه المسألة، وحاولوا يلفلفون الموضوع وقالوا المنزلة بين المنزلتين. على كل حال، هذا التعريف اللي هو أصل الطاعات والإيمان، هذا مو تعريف الإيمان، هذا تعريف الدين، وهذا غلط مقصود. يعني يقولون من ترك شيئا من الطاعات فقد خرج من الإيمان، والغاية شنو؟ الغاية التكفير والقهر والاستبداد وإلغاء دور الإنسان وسحق شخصيته تماما، وجعله مجرد عضو يعمل في حظيرة الدين. هناك موقف للشافعي وين أبلغ، يقول راحت ما أعرف، الشافعي يقول الإيمان ما له علاقة بالكفر، لا علاقة له بالكفر. هذا موقف طبعا من أطرف ما يكون، راح أقرأ لكم إياه. يعني الإيمان لا علاقة له بالكفر. صديق محمد قال لا، الإيمان راح يؤدي بنا إلى العلاقة بالكفر، لكن الشافعي تحديدا يقول الإيمان ما له علاقة بالكفر. راح أقول لكم شلون. يقول بالضبط، يقول إن أصل الإيمان هو التصديق بالجنان، ويعترف طبعا، هو يعترف بأنه مسألة تعريف الإيمان مسألة صعبة، لكن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل. فالمخل بالأول وحده فهو منافق، وبالثاني وحده فهو كافر، وبالثالث وحده فهو فاسق. يعني النتيجة وين هاي راح يطلع منه؟ نشوف انه اللي راح يعني عنده مشكلة بالتصديق او عنده اصل الايمان فقط هو كافر او فاسق. يعني تخيل ان المخل بالتصديق اي باصل الايمان هو منافق فقط، تخيل المفارقة، يعني مو كافر ولا فاسق. يعني اللي يخل بالتصديق، اللي ما يصدق يعني هذا مو كافر، هذا لا مجرد فاسق او يعني منافق. يعني معناتها بالنتيجة ان الكفر والفسق والفسق ليس لهما اي علاقة باصل الايمان. يعني الذي لا يؤمن ليس بكافر، هذا قول الشافعي، انا ما عليه. واقول لكم المصدر، المصدر هو المصدر حتى صفحة لكم التهانوي، كتاب كشاف اصطلاحات الفنون، هذا من منشور اعتقد دار ناشرون لبنانية، وبصفحة 112 اعتقد يعني ما اذكر بالضبط، 112. وانا عندي مستنسخة، وممكن راح اسويها مقالة واذكر لكم المصادر كلها. راح اوصلكم ترادف الأشاعرة، يعني شو يقولون؟ يقولون يعتبرون التصديق بالقلب هو تمام مفهوم الإيمان. وطبعا هذا منطق جميل وحديث، والقضية تتعلق هنا بعلاقة الإيمان بالحرية باعتبارها تكليف. يعني يقول الأشعري أن الإيمان كلام نفسي وهو عقد الإيمان، وهذا المعنى طبعا يتناقض مع التعريف. لا مشكلة، وكلامه جميل الأشعري، لكن المشكلة وين؟ أنه يتناقض مع تعريف الإسلام. يعني ما هو يعني إسلام هو طاعة، يعني طاعة هو إسلام، يعني تستسلم وتذعن. فهنا مشكلة كبيرة يعني. فعلى كل حال أنا أعتقد قدمت صورة يعني واسعة للموضوع، وأقول بأن كما قلت بأن الفقه المشكلة وين؟ الخلط بين الإيمان والدين صار، وأصبحت قضية يعني سياغة فضفاضة كما قلت، وهذه فضيحة. والقضية الأساسية اللي صار إنه الفقه أصبح يعني شلون أقول لك، يعني صار تحول الفقه إلى هو يعني إلى ما له علاقة بالإيمان، تحول السياسة بالكامل. يعني ماكو شيء اسمه إيمان بعد ذلك، يعني وما له علاقة، الفقه ما له علاقة بالقلب على الإطلاق، وأي بمعنى أنه ما له علاقة بالإنسان. يعني هاي مصيبة.
الفقه كله ما له علاقة بالإنسان ولا علاقة بالقلب ولا يعترف بالقلب، وإذا مو يعترف بالطاعة فقط. إذا عندك إيمان وماكو طاعة مريدك اطلع برا، أنت كافر. شكرا جزيلا، وأتمنى أكون قدمت لكم الآن أعطيك كلمة للصديق محمد، وأعتذر على الإطالة. موجود؟ شكرا جزيلا. نعم نعم أكيد، شكرا جزيلا أستاذ منصور، وكلام جميل و لا صراحة عندي يعني على تعليقاتك. ما في صوت؟ كيف؟ لا حاولت أختصر وأستعجل بس ما أعرف يعني طولت. نعم. لا لا ما طول، بالعكس الموضوع يحتمل أكثر من هذا بكثير. و هو لما العلماء تكلموا في موضوع الإيمان، ومنهم الشافعي وغير الشافعي طبعا، هو لأن الموضوع مش محسوم دينيا، يعني من ناحية النصوص الأساسية التي لديك من ناحية كذا. الإيمان لا يختلف كثيرا في جوهره عن الإسلام، بمعنى أنه أيضا يطلب منك الطاعة. قد يظهر هذا الكلام غير واقع لأن الإيمان شغلة قلبية، ولكن الإسلام أتى بطريقة واضحة، يعني لما قال لك الإيمان قال أن تؤمن بالله. طيب إيش يعني تؤمن بالله؟ قال تؤمن بملائكته وكتبه وآخرها القرآن يعني حسب الشريعة الإسلامية، وتؤمن بالجنة يعني باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. الإشكالية في هذا كيف أستاذنا؟ أن إشكالية أنك لما تأتي وتقول أنا أؤمن بالإسلام، أنا أؤمن بالله، وأن هذا القرآن منزل من الله، فأنت ستضطر أوتوماتيكيا أن تطبق وتذعن وتنقاد لهذا اللي موجود بالقرآن بغض النظر عن التفسير. لماذا؟ لأن قد نختلف في التفسير، ولكن مثلا هناك في القرآن مثل ما كتب الأستاذ حاتم، ما هو حمالة توجه، ولكن هناك في القرآن أيضا كتب عليكم هذا افعلوا كذا. فإذا أنت كيف ستتعامل مع هذا هذه النصوص؟ كأنت تؤمن بأن هذا من عند الله وأن الله أمرك أنك تعمل 1 2 3، كيف ستتعامل مع هذا؟ أنت في بطريقة أو بأخرى ستضطر أنك تعمل نوع من الطاعة لهذا الإيمان، لا تستطيع أن تبقى في دائرة القلب. هذه هي الإشكالية. الإشكالية الثانية أن الإيمان يعني أنت كيف راح تعرف يعني إيش هو كيف يكون؟ وأنا هنا يعني عجبني ما كتبه الأخ حاتم، الأستاذ حاتم، قال أنا كيف نؤمن ونشهد بوجود شيء لم نراه لا نعرفه؟ وهذه إشكالية النصوص الدينية بشكل عام فيما يتعلق بالغيبية. يعني إحنا الآن كيف نعرف؟ الآن نقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا كيف أشهد بهذا الشيء؟ كيف أؤمن بهذا الشيء؟ طيب الآن محمد شخصية تاريخية والدليل على وجوده يعني ممكن إثباته، ولكن كيف أنا أثبت بقية الأمور؟ كيف أؤمن بالملائكة؟ كيف أؤمن بالكذا؟ لا هو عند هذا الكلام أنا نسيت فقرة رح تذكرها، أنه فعلا أنه أوكي محمد يقول لك وأطيع الله وأطيع الرسول وكذا، يعني وآمنوا بالله ورسول وأولي الأول يعني ما أذكر العاية بالضبط، بس هي الفكرة آمنوا بالله ورسول الذين آمنوا كذا. أوكي آمن، لكن هو يؤمن ما قال له أؤمن يعني بالقوة، ما قال له بالقوة أؤمن، إن قال لك آمنت النصوص فيها قوة. مثلا أعطيك على سبيل المثال نص محمد النص القرآني، لا محمد يقول ماذا؟ يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. شو تسوي له بعد؟ هو في البداية كان يطالب بالإيمان أو الإيمان الآخرين به من القلب في البداية، يعني طبعا مستضعف وبالمكة ما هي فقرة تبقى أساسية ما ممكن تغافل عنها، يعني إيمان القلب لا يمكن أن ترميه برا، يعني هاي مصيبة الإسلام. لا تستطيع أكيد، ولكن هل يجزئ المشكلة هي وين؟
أن هذول الناس الذين يقولوا لك الإيمان، هل هذا الإيمان يجزئ عشان أنت تكون إنسان مسلم ومؤمن وكل هذا الكلام؟ قالوا لا يجزئ إلا عند من؟ إلا عند الجهمية الذين يسمون، الذين قالوا بقول جهم بن صفوان، والآن الذين على هذه الطريقة ما أغلبهم صوفية، داراويش ما لهم علاقة لا بالعير ولا بالنفير، يعني ما لهم تأثير سياسي ولا أي حاجة. ولكن المشكلة أن على مدار التاريخ المذاهب الإسلامية، الطرق الإسلامية الذين كانت لهم قيادة الناس، هؤلاء ما كانوا يقولون بهذا، ما كانوا دائما يطالبون بإقرار اللسان أو بإقرار اللساني وخضوع الأركان، خضوع الجوارح. هم قالوا هذا لا يجزئ من الإيمان إلا إذا أدخلت الطاعة فيها. كيف؟ انتفى الإيمان يعني عندما دخلت الطاعة. قالوا ماذا؟ قال ماذا؟ قال أنت صارت سياسة. ما هو هذا هو، ما هو العملية متداخلة. أنت هذا التقسيم الذي عندنا، مثلا التفريق الذي احنا عندنا الآن، نقول يا عمي الإيمان شغلة قلبية، روح أؤمن ما تؤمن كذا. الذين فسروا الإسلام ما قالوا هذا الكلام، قالوا لا 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 لا، الإيمان مش مسألة قلبية فقط، لا، أنت تحتاج تعمل ثلاث شغلات عشان تصير مؤمن. أولا لازم تؤمن بالقلب، ثانيا لازم تقر بذلك بلسانك، ثالثا لازم تنقاد عمليا، لازم تأتي بالواجبات وتبتعد عن المحرمات. يعني كيف نستطيع نسميك إيمان؟ قال ما نستطيع. وإذا هذا الذي وصلنا من سيرة النبي محمد والصحابة وهذا التاريخ في الخطوط العريضة، هذا يؤكد أن أقوال هؤلاء أقرب للصواب. لماذا؟ لأن النبي عمليا هو هكذا تعامل مع الناس، ما رضي منهم بأنهم يقولوا فقط أنا أوكي أنا أشهد لا إله إلا الله وخلص، أنا أؤمن بقلبي أن الله موجود وكذا، ما رضي بذلك منه، بل كان يدعوهم للصلاة ويدعوهم للزكاة وللصيام وللحج، وكان أكثر من هذا، إذا ما عملوا هذه الأمور قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها. إذن وين وصلنا؟ أنا كما قلت لك أنه الإسلام عدو الإيمان، إنه الإسلام لا، هو الإسلام والإيمان، لا هذا الإسلام والإيمان بتعريف من؟ إذا نتكلم عن تعريف الإسلام، الظاهر أنهم قالوا أن الإسلام والإيمان هما نفس الشيء، لازم تختار هذا الكلام تأخذه باكيج واحد، ما تستطيع أنك تفرق بين هذا. هذا لف ودوران، يعني أنا ممكن أعرف لك، أقول لك القمر هو كذا وكذا، القمر هو قمر الدين مثلا، ولكن لا، هناك حجة. يعني إذا أردنا أن نتناقش في هذا فلسفيا قليلا، هم قالوا ماذا؟ قالوا إذا الإيمان هو التصديق، انظر إلى هذه المحاججة، أنا يعجبني إلى حد كبير هذه المحاججة، أقول لك ماذا؟ يقول إذا الإيمان هو التصديق، أن إذا أتيت لعندك وقلت لك أن بيتك يحترق وأنت تقول نعم صحيح كلامك صحيح أنا أصدقك، ولا تتحرك من مكانك ولا تقوم ولا تنخض ولا تقوم بإطفاء هذا النار، هل أنت تكون مصدق لكلامي وقتها بدون أنك ينبني عمل حقيقي على تصديقك لكلامي؟ قال لا، هذا أكيد مش مصدق، حتى وإن زعم أن هناك تصديق في قلبه، أليس كذلك؟ لا، هذا من المحاججات التي طرحوها. المثال شنو المثال؟ ما انتبهت. المثال هو أن مثلا أنا إذا أتيت لديك وقلت لك أستاذ منصور بيتك يحترق، نعم، وأنت جالس تشرب الشاي ماتك وعادي، نعم، والحوار مستمر، نعم، وقل إيه نعم صحيح أنا أصدق كلامك، هل عدم وجود ردة فعل وخوف وقيام وخشية من حرق بيتك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، هل هذا يعتبر تصديق؟ قالوا هذا كيف هذا يصدق؟ هذا يزعم أنه يؤمن، هذا ليس مؤمن. قال لماذا؟ قال لأن الإيمان لابد أن ينبني عليه ردة فعل حقيقي للخبر الذي أتى له. قال وهذا الذي يقول أنا أؤمن بالله ولا يوجد في حياته ما يدل على أنه مؤمن بالله من الامتثال للأوامر القرآنية والتي أتت بها الشريعة
واجتناب النواهي التي تدقق لهذا إذن لا يعتبر مؤمن. لماذا؟ لأنه يكذب بفعله ما يزعمه بلسانه. فكيف نعرف أنه؟ فهم جعلوا ماذا؟ جعلوا الأعمال دليل على ما يوجد في القلب، ولذلك قالوا أن هذا هو لا يؤمن أصلا. لو كان يؤمن، وهذا على فكرة يعني منهم من قال هذا الذي يأتي ويقال له تب إلى الله وأقم الصلاة، وثم يستتيبونه 3 أيام ويقول أنا أقر بفرضية الصلاة ولكني لا أصلي حتى يضرب عنقه، قال هذا كيف يؤمن بالصلاة وهو لا يعني وصل به الحال إلى أنه يضرب عنقه وهو لا يعني وهو لا يريد الامتثال ولا يريد القيام بالصلاة. فهذا فيها نوع من المنطق. لماذا؟ لأن التصديق القلبي في كثير من الأوقات هو ينبني عليه عمل بدني، أليس كذلك؟ نعم، لكن أنت مو جبرًا. يعني ما يخالف، أنا على رأسي أستعد. عندما ذكرت المثال الحريق، هذا الحريق ممكن، هذا لا يصح برأيي، لأن هذا الحديث ممكن اختبار. أنت القضية الدينية والإيمانية الدينية، هناك نوعان من الإيمان، هذا لا يصح، لا يعتبر إيمان، هذا يعتبر خبر وتكذيب خبر، وممكن التحقق في هذا الأمر، هذا مو إيمان، هذا خبر ومعلومة وبلاغ. فأما أنه يكون إيمان، لا، هذا موضوع يختلف، هذا محاولة لجر يعني جر قرصة الخبز للإيمان. هذا مصطلح الإيمان كمفهوم بشروطه، شروطه أنه أنت تؤمن بشيء غيبي. إحنا نتحدث الآن بين مستويين، مستوى الحياة الدنيا كما يقول يعني الخطاب الديني، والحياة الآخرة بين الدين والدنيا. فهذا الإيمان اللي نحكي عنه، عندما أروح على شغلات أخرى لها موضوع يختلف تماما. أما قلت التكملة ما التكمل كان نسيتها شنو وراها، يعني حكيت عن هو الفكرة أنك كيف تزعم شيء بقلبك وأنت تفعل خلاف ذلك بأفعالك. أي بأفعالك على عين وراسي، لكن هذا أيضا إلى شرط إضافي. لا يعني أنا مثلا عندما أنا أؤمن بشيء أنا أقوم بفعل، أوكي لا بس ما عنده مشكلة. أنا أؤمن مثلا بالباراسيكولوجيا مثلا، وهو مو علم طبعا، لكن ناس كثيرين يؤمنون به، بالتليباثي، بالتخاطر هذا بالعربي، فيؤمنون به. بس يعني هذا هو مؤمن بها، مو تجبرني انت. يعني انا مو يعني اكو الطاعه كما قلت اكو تطلب وجود اطراف. فانا عندما اؤمن بشيء بداخلي بان هنالك شيء غيبي، لكن انا ما اؤمن بانه انت تصير ملك علي او انا اطيعك، هذا مو ايمان، هذا سلطه، هاي سياسه، هذا لا يعتبر، هذا خارج افق الايمان. اكو ايمان حر. لا، هو هناك مرحلتين من الإيمان. المرحلة الأولى مش من الإيمان، من الإسلام. وهذا الذي قاله يعني الذين حاولوا أن يوفقوا بين النصوص. ماذا قالوا؟ أنا الآن أحاول أن أذكر لك محاججة التيارات الإسلامية كيف فهمت هذا الكلام. ذكرت لك ماذا قالوا؟ الفضيحة الإيمان ما له علاقة بالكفر. أنا أشك في أن الأشعري قال هذا، لأن أبو حسن الأشعري في ترجمته لما ذكره ابن كثير والذهبي، يعني هو كان يقول أنا على طريقة أحمد بن حنبل، أنا يعني، وهذا كلام ابن قرأت لا لا, لا لا الفكرة هذا كلام ابن، أنا عندي الكتاب تبعه المقالات لأبي الحسن الأشعري، فإذا أحببت أنا ممكن نأتي ونناقش كلامه هو من ما ينسب إليه. أنا أقصد الشافعي مال الإيمان. الشخص هو أبو الحسن الأشعري، أستاذ أبو حسن الأشعري، هو كان من المعتزلة. لا قلت لك موقفه جميل الأشعري. لا بغض النظر عن الجميل، وأنا يمكن شوية دارس المعاصرة. يعني نعم، أنا أقول أن أبو حسن الأشعري ويعني كثير من الأقوال تنسب إليه، ولكن هو مثلا الذين تكلموا عن أبو حسن الأشعري وترجموا وقالوا أنه ماذا كتب وعلى ماذا مات وكذا، هذا كلام أبو حسن الأشعري موجود في الفرق الإسلامية، وفي عفوا مش الفرق الإسلامية، شو كان اسمه،
كتابة مقالات الإسلاميين وعنده وأصلا كيف؟ أنا أقول لك هذا الكلام جبته من صفحة 300 حتى للمستمعين أيضا يشوفون من صفحة رقم 300 من 298 إلى 303 من كشاف إصطلاحات الفنون للتهانوي. يعني مو كلام أبو حسن الشلال هو الآن هو لا بس هو 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 وأيضا هو بداخل المصادر الأصلية يعني داخل تلقاها. أنا لأني عمل بهذا يعني الآن أنا أعطيك مثال على موضوع على التهانوي مولود أو توفى سنة 1725 يعني بين وبين أبو حسن الأشعري ما يقارب تقريبا لا هذا التهانوي يعني هذا مرجع سنة. هذا مرجع معتمد هو هذا شو يسوي هذا جانب أستاذ لا لا ما 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 هو هذا الكلام بالأكاديمية هذا الآن مصدر أساسي الآن أصبح يعني مصدر هو لا هذا مصدر كبير ومهم جدا هو انا الان اذا الكلام يعني هو كيف يكون الاستشهاد هو كشاف لا اسمح لي استاذ العزيز حبيبي هذا مو كتاب شو اسمه مو كتاب يعني هو مش نقطه مهمه كثير ولكن لا انا من اقول لك هذا المصدر الكلام اللي اقوله من هذا الكتاب هذا مو كتاب انا متفهم ان عندك مصدر كلام لا هذا كشاف وليس كتاب مؤلف يعني كشاف يعني موسوعه انا الان اقول لك استاذنا الكريم يعني الان احنا لما ناتي نريد ان ننسب قول لشخص تمام فالاصل احنا ماذا نعمل ناتي بمصدر الشخص نفسه اللي كتبه وناتي الكلام من كتابه اما وانا هذا الكلام رايته كثيرا يعني عند الذين ينسبون كلام لفلان وعلان بل اكليت نذهب الى ابعد من هذا يعني الان صاحبنا صاحب المقدمه ابن خلدون انظر ماذا نسب في كتابه في المقدمة لما ذكر موضوع الطاعة والخوارج والحسين وخروج الحسين وكذا وعندما ذكر أن الحسين قتل بمثل هذه النصوص ونسب هذا الكلام لمن؟ لابن العربي هذا القاضي ابن العربي المالكي الذي كتب كتاب العواصم من القواصم وعندما رجعنا إلى كتابه كتاب ابن العربي رأينا أن ما يقوله ابن العربي وما اقتبسه ابن خلدون غير صحيح ابن خلدون هنا ما كان أمينا بهذه الدرجة في نقل كلام ابن العربي والاثنين مالكية والاثنين قضاة والاثنين من فطاحلة العلماء أنا متأكد 100% من المصادر ما عنده ممكن تفحص بنفسك لا بأسابة أنا أضعنا المصدر بعدين وأنا أعمل البحث لأنه أنا أعرف مقالات أبو حسن الأشعري أبو حسن أنا أعطيتك المصدر ورقم الصفحة بعد شتريد أنا ما أريد أي شيء أنا راح أكتبه الآن أنا أفحص بنفسك لا بس هو الأشعري بالعكس أنا جاي أقول كلامه لطيف يعني ما هو بغض النظر جميل أو سيء يعني أنا يعني شفته غريب عليه يعني ما دافته الغريب أنه أبو حسن الأشعري لا يقول بهذا الكلام وإنما أبو حسن الأشعري بالمجمل على أي كلام هو لا يخرج القلب من الاعتقادات من الإيمان وهو يقول بأن الإيمان مثل هذا الذي يسمونه مرجئة الفقهاء يقولون أن الإيمان قول وعمل كيف أيه هو يقول بالضبط أن الإيمان هو قول أن الإيمان كلام نفسي وهو عقد الإيمان هذا كلام أيوة لكن هذا النص وين كلامه تفصيله في هذا هو كلامه الإيمان كلام نفسي وهو عقد الإيمان هذا المجمل هذا العنوان وين تفصيله بتعريف الإيمان هو موجود بهذا اعطيتك المصدر يعني هذا أنا ما شفت مشكلة ولا حتى أنا أرى في مشكلة بل هذا الكلام كله يعني هو مثل ما يقال يعني وعبارة عن أقوال ناس ماتوا قبل 1200 سنة وإحنا الآن نحاول أننا نفهم يعني كيف كانوا ينظرون لموضوع الإيمان. هسه راح أقول لك بالضبط اللي قال هسه دعاء يقول قال القاضي الآمدي التكليف بالإيمان هو تكليف هذا نص هو تكليف بالنظر الموصل إليه وهو فعل اختياري والدعوة هذا مو نص والدعوة للنظر في حكمة الخلق ليست من جنس سياسة طاعة
والتكليف بها هو نمط حرية موجبة في كذا. ذلك أن التصديق كما يقول الأشعري بين قوسين هو كلام نفسي وليس طاعة، هذا أقول لك الكلام الشرح، وليس طاعة لأحد معنى يعني. ويتمثل فقط نص أن ينسب الصدق إلى المخبر اختيارا، هذا كلام الأشعري. إذن هو معنى آخر يقول يعني يعني اعتبار كلام النفس هذا هو عقد الإيمان. إذن مهم. نعم. بس على القول الخطير هو قول الشافعي، الشافعي اللي هو جرى اعتماده يعني اعتماد. وهو ماذا قال؟ ماذا قال الشافعي؟ الشافعي هذا قال، أنا أكررك الكلام، قال أن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، فالمخل بالأول وحده هو المنافق، وبالثاني وحده كافر، وبالثالث وحده فاسق. هذا النص. أي هو هذا الذي عليه مرجئة الفقراء فقهاء بكل عام. أي هذا الشافعي بطل العالم. النتيجة وين وصل؟ هاي النتيجة شنو معناتها؟ شنو معناتها اللي طلعت من أتها؟ إنه هو يوقف عند أصل الإيمان، يعني اللي واقف عند أصل الإيمان هو شو اسمه؟ هو كافر أو فاسق. المضحك وين؟ إنه المضحك إن المخل بالتصديق اللي هو أصل الإيمان طبعًا هو منافق فقط، يعني مو كافر. لا كافر، لأنه هنا المنافق عندهم الأصوليين أو الفقهاء كلهم لما يتكلمون عن المنافق. أنا أتحدث لك الشافعي. لا لا لا، أنا أتكلم أنا كمان عن الشافعي وعن كل الفقهاء، يعني كل الفقهاء. إيه هذا كلام. أصحاب المذاهب السبعة عشر. لا بس ثواني. هما ماذا قالوا؟ قالوا المنافق في الدنيا له حكم الإسلام لأنه يظهر الإسلام، وفي الآخرة فهو له حكم الكفار لأنه غير مؤمن، ولا يعني أنه ما مكافر لا، ولكن هناك، وهذا هو الذي يقع فيه كثير من الناس عندما لا يفرقون في موضوع الإسلام حكما والإسلام حقيقة. قالوا الإسلام حكما ماذا؟ هو هذا الذي ينطبق عليك الأحكام، أنت خلاص تمتثل، فأنت وما ترى. مثل من؟ قالوا مثل هذا اللي كان في السيرة، شو كان اسمه؟ عبد الله بن أبي، صح؟ عبد الله بن أبي ماذا قالوا؟ قال أنه رئيس المنافقين. قال وماذا أتت الآية في ذمه؟ قال ولا تقم على قبري ولا تصلي على أحد منهم مات، وكل هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا هو له حكم المنافقين في الآخرة، وله حكم الكفار عفوا، وفي الدنيا هو له حكم المسلمين، طالما أنه يقر بالشهادتين ويصلي ويصوم وكذا، أنت لا تستطيع أن تنقب عن قلبه. فهذا هو الحكم المنافق في الدنيا، هو حكم المسلم، وفي الآخرة عند الفقهاء هو حكم الكافر الذي يخلد في النار. ولذلك قالوا ماذا؟ قال ماذا أتى القرآن؟ قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني هم في آخر حاجة في النار. والمنافقون هم الكافرون، هذه نص آية يعني كذلك. هناك آية كذلك يقول المنافقون هم الكافرون. هو بقى شيء مو كافر، وكل شيء كافر في الإسلام، ما بقى كل شيء. بس أنا كل شيء تتنفس أنت كافر، ما خلى شيء ما كفر. لو أنا يعني أنا والأنا والباقي كله خس، أنا وبس والباقي كله خس. هو الإسلام لا يقبل التعددية، لأنه هو أتى من اليوم الأول، قال وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأنت ما عندك. هو يقبل النفاق يعني ويقبل النفاق والكذب والدجل. هو يقبل النفاق، ويقبل النفاق إيه؟ لأنه متمثل في الطاعة، لأنك أنت تدخل في الطاعة. أي لكن التعددية ما يقبل. لا ما يقبل التعددية، لأنه التعددية هو كيف ينظر للموضوع من الناحية العملية. أنت كمنافق أنت ماذا يعني؟ أنك تخاف، هذا معناته شنو؟ أنك أنت عندك سلطة وأنت الأمن مستتب لك. بالإضافة إلى هذا أنه هو ما عنده طريقة يعرف إذا أنت منافق أو لا، إذا كانت عنده طريقة ما كان يقبل بها. تتأمل هاي النقطة. هسا سؤال صديقنا، لأنه هو في القيامة ما قبل بها، يعني هو في القيامة في الآخرة بعد الموت وكذا والحساب
ما قبل انك تكون منافق. قال ماذا؟ قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ما يرضى منك انك تكون منافق. لكن في الدنيا وما له طريقه، ما كيف يعرف انك منافق؟ انا اصلي مثلك، اصوم مثلك، يلا هو كيف راح يدخل في القلب؟ والشافعي برشمها قال لك هو بالعمل، يعني فعل بالقول وبالقلب والعمل. هو علماء السنه كلهم متفقين على ان الاعمال من الايمان، ولكن هم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا على قولين. قول منهم قالوا أن إذا أنت لم تأتي بالأعمال بأي عمل بدني، أي عمل بدني، هل أنت تكون مؤمن بوقتها مسلم؟ قالوا نعم. وقسم قالوا لا، إذا أنت تركت جنس الأعمال، أي أنك لم تأتي بعمل بدني واحد، فأنت لست مؤمن. واستدلوا على ذلك بالصلاة. قالوا مثلا من الأعمال البدنية الواضحة، إذا أنت لم تأتي بالصلاة فأنت لست مسلم، لست مؤمن. زين اوكي، يعني ليش ما ينطي حريه للناس انه هذا ما يقدر يوم ما يستطيع يعطي حريه؟ لو اعطى حريه الناس ما راح تدخل. ما لها علاقه. انا هسه يا اخي هو الايمان، يعني انا بالقلب انا ما اقدر اؤمن، يعني شو اسوي؟ يعني وين اروح؟ هنا مشكله مهمه جدا استاذ منصور، يعني وهاي مساله جدا يعني جدا جوهريه. وانا كثير من الاوقات يعني اسال الناس انا شو اسوي؟ انا ما اؤمن باي شيء، حتى بنفسي ما اؤمن. ايه بالضبط. وين اروح يعني؟ ها؟ هو هذه الإشكالية. الإسلام ما استطاع أن يستوعب هذا الكلام. قال وكفروا بها واستيقنتها أنفسهم. هو عنده التصور أنك أنت مؤمن من جواتك، بس أنت لا، أنت جاهل. كلمة الكفر، هذا معنى كلمة الكفر، لأن هو يصادرك مقدما ويقول لك أنت كافر، أنت تعرف الحقيقة وتخفيها. بالضبط. وهو عشان هيك قال كافر، قال أنك مثل المزارع تكفر الزرع، يعني تخبيه الزرع. انا ما اعرف، يعني ما اعرف، بس هو شو يسوي؟ اي بالضبط، هو هذا كثير من الاوقات اقول للاخوه. هو الاشكاليه كيف؟ هو هذا الذي لا يستطيع ان يؤمن، يعني هو المشكله الايمان هو مش زر، هي قناعه. يعني الان مثلا انت الان لو اتيت وقلت لي هل تعرف أن هناك شمعة تشتعل طولها 20 متر في على 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 سطح القمر؟ أنا الآن ما شفت هذا الكلام، أنا الآن مو قادر أستوعب هذا الكلام، ما يدخل عقلي. قانون الفيزياء ما يدخل عقلي، ما في أكسجين، ما في هواء، ما في كذا، شمعة بهذا المكان هناك، أنت كيف عارف؟ ما يدخل عقلي. الآن أنا كيف أجبر نفسي أصدقك؟ هو إبريق مال برتراند راسل مشهور هذا، يقول لك أكو إبريق يدور بين بين الارض والمريخ، فهذا موجود، انت لازم تؤمن به. يعني فانت ما تقدر تكذبني، ما عندك مشكلة. ما تقدر تثبت ان انا غلط، اتحداك. يقول لك هو اشكاليه الايمان انها ليست زر انك تضغط عليه تقول انا مؤمن او انا مو مؤمن. هو ليش معنى انا حتى نطلع بنتيجه، هو ليش تحول الايمان إلى مسألة اللي أنا أطلع بنتيجة بأنه الدين الإسلامي دين خالي من الإيمان بمعنى الحقيقي، فابتكروا إيمان. ولكن إيمان في ناس تؤمن بهذا الكلام، يا كل الناس يا في ناس تؤمن بكل هذا اللي موجود فيه. هذا مو إيمان. فقلت لك هو التعريف، أنا سويت قدمت لك تعريف، تعريف الإيمان وتعريف الدين، وقالوا أنه تعريف الإيمان هو نفس تعريف الدين. طلع يعني هم جابوا تعريف الدين ولزقوه بتعريف الإيمان، عرفت قصدي؟ فإذا الإيمان اللغة ما موجود. حتى إذا أتيت أراجع لك الكلام مالتهم بالضبط، اللغة يعني أنا كنت منتبه. هو نفسه، يعني هما لما تكلموا عن الدين والإيمان والإسلام وكل هذا قال هو نفس الشيء. وهذا تفريق عندنا إحنا، ولا يوجد تفريق في تصوره. إذا شنو الداعي بعد كلمة الإيمان؟ ما احتاجها بعد. إذا صارت مجرد كلمة بس ما يقدرون يتخلون عنها، لأن مصيبة إذا تخلوا عنها. دين ما به إيمان فهذا مو دين، هو أي دين بالضبط. أي دين، فهذا يقول لك المؤمنين، يا أبا المؤمنين. هو ما يقول لك المؤمن بالمفرد، نادرا ما يقول لك المؤمن بالمفرد، دائما المؤمنين، لأن هم قطيع بالنسبة له، رعية وهي عبارة حيوانية، يعني ما رعية وراعي ويعني وحضرة الدين، هاي كلها عبارات. وسياسة، السياسة من سياسة الخيل، وأنه الناس الصوتوا، يعني هذا يعني ضربة بالصوت يمشي الناس بالصوت. وفعلا هاي مسألة الحزن
ما يمكن هو نظرتهم البدائية أصلاً لما اخترعوا هاي اللغات ثم اتخذوها من القطعان الحيوانية. اي ما هي يعني هي بالفعل هسه تشوف يعني طالبت ما احنا شو كنا في البدايه استاذ منصور، احنا كيف عملنا تجمعات انسانيه؟ كيف سوينا؟ احنا كنا بالضبط عايشين مثل هذه الحيوانات، مجتمعات بسيطه، ولكن لقدرتنا على التواصل والتوسع صارت عندنا قطعان اكبر، بدل ما كنا 20 شخص صرنا 200 شخص، مش هيك؟ فصرنا لا زالت المصطلحات هي نفسها التي نطورها ونستخدمها. هو هاي لا بس حوارنا حول ما حصل فعلا فاحنا مو بس مثلا نجي على تطورات قضايا البيولوجيه والانسانيه والبشريه كجنس بشري وتطور المجاميع البشريه وتحولها من 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 مجاميع الصيد وجمع الثمار الى الزراعه، اكتشاف الزراعه، بعد ذلك بدات تظهر المدن والقرى وتحولت دوله المدينه ودوله الامبراطور وهكذا. هاي كلها مسيره، لكن انت ما يجيك دين يقول لك انا نازل من السماء وانت لازم تؤمن بي، يعني شنو لازم اؤمن بي؟ انا ما اقدر اؤمن يا اخي، ايش اسوي يعني؟ فهذا هنا القضيه الخطيره. فاذا عندما لازم الناس تفتهم بان هذا ايمانهم ليس بايمان، انما هو طاعه. فأنت عليك أن تعرف بأنك لست مهما، قلبك ليس بمهم، وأن هذا الإيمان الذي يقال بأنك إنسان مؤمن أنت لست بمؤمن، إنما أنت مطيع. لا يوجد شيء اسمه مؤمن. مطيع لماذا؟ مطيع لماذا؟ مطيع لله، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر. بعد شنو؟ هي واضح، أكو واضح من هذا؟ يعني شنو أطيع الله وأطيع الرسول؟ فإذا ماكو إيمان، ما قال لك أؤمن به، قال لك أطيعني. ما أنت كيف راح تطيع إذا ما تؤمن به؟ وكيف راح تؤمن به إذا ما تطيعه؟ مو مهم تؤمن، هو حتى الإيمان المهم أنت حتى بالفعل باللسان كافي. يعني أنت ما كفرك، أنا ما عليه بقلبك، أنا المهم أريد أنك تطاع، لأنه الهدف الرئيسي للموضوع هنا الفضيحة. أنت حتى من شيك يقول لك باللسان، أنا المهم عندي لسانك. أنت مؤمن بلسانك، إذا خلاص، حتى إذا كنت منافق مو مشكلة. المشكلة أنت مطيع وخاضع ومذعن لأمري وأنا ولي. هذا من ناحية المسلمين وليس من ناحية يعني من ناحية الله. أنا شالي بالله، الله هو الله كلمة، هاي شالي نبيها. إيه ما هو أنت إذا تريد تأخذ الفكرة، أنت ماذا تحتاج؟ تحتاج أنك تشوف الآن. أنا لما أقول أنا مؤمن مثلا أنا مؤمن و أطيع أوامر الله مثلا، أصلي وأصوم وكذا، هذا ما ينفي أنه أنا مؤمن. أي طبعا، بس هسه سؤال صديقنا حاتم يقول شنو نفعنا الإيمان؟ شنو هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. أنا في تصوري أن هذه النوعية من الإيمان وخصوصا عند الناس البسطاء كان له بالغ الأثر في إعطائهم حالة من الرضا والقدرة والتحمل على بؤس الحياة، لأن كثير من الناس ليست لديهم هذه القدرة على استيعاب خشونة الحياة، وخصوصا في الأوقات الصعبة، في الحروب، عند فقد الأحباب، عند الفقر، عند الإعاقة، عند المصائب، وكل هذه النكبات التي يعني سواء طبيعية أو إنسانية. هذا الإيمان استطاع أن يعطي نوع من الطمأنينة والقدرة على الاستمرار عند كثير من الناس، من الذين كانوا يؤمنون بأن والله أنا ربنا راح يعوضني، أنا راح أصبر على فقد الحبيب، سألتقي به في الجنة، أنا بؤس الحياة التي عندي ومرارة العيش ربنا راح يعوضني بعد الموت، وكل هذا الكلام. فهذا ساهم في أن الناس تنخلق أو تتواجد لديها نوع من الطمأنينة يعطيها القدرة على الاستمرارية. إيه. وكذلك هناك إشكاليات ثانية، هذا الإيمان ليس ولا ينحصر عند هذا. هذا الإيمان مثل ما قلنا أنه لما صارت هذه الاختلافات في التعريفات صار هناك سفك دماء. الخوارج قالوا عن علي بن أبي طالب، قالوا إذا هو لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فهو والجيش تبعه ما كلهم كفار.
وظل الخوارج يعني يخرجون ويقاتلون المسلمين يعني، وحتى يعني ضعفت شوكتهم وانتهوا في أيام عبد الملك بن مروان يعني أيام الحجاج، وذكرنا في السابق أيضا كيف أنهم حتى أتوا والحجاج هرب منهم. يعني شو تسوي لهم هذول الناس؟ الناس يعني ناس شو تسوي لهم؟ واحد يقاتل إلى آخر رمق، ما يهم أحد، ما يقول أنت كافر، أنا يا أما قاتل أو مقتول، شو تسوي له هذا؟ يعني شو تسوي له؟ فهو قد دمروا الحياة، دمروا البشرية، حتى لما يعني هما كان في بوادر من هذا يعني، ولما خرج واحد منهم وكان عنده هذا التنطع وهذا الكذا، يعني في بعض الروايات ما نعرف صحتها من كذبها، لما قال اعدل يا محمد، قال أنا لهؤلاء يعني لو إخواننهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامي. مشكلة هؤلاء الناس يعني لما اختلفوا في مفهوم الإيمان، ولكن الناحية الثانية كمان المرجئة وهؤلاء ما ألعن يعني الآن مثلا الذين كانوا يقولون بتكفير الحكام وكل هذا الكلام، رأيت جيش من الفقهاء والعلماء صاروا يبررون لهؤلاء الحكام، حتى ولو ما أدري مثلا هذا ما الملك فهد، أنت تعرف الملك فهد يعني كان من أكثر الملوك السعوديين علمانية، وحتى أنه يعني له صور أنه لبس الصليب وكذا، صار يبررون له. كان يتزوج مواطنة مصرية مشهورة. هو رجال كان فاسق مخمور يعني. كبس البارود يمكن ما زوجها ملجأ. هو كان رجال صاحب كاس ومزاج يعني، ما كان عنده. هم كلهم يعني. هو كلهم هكذا، ولكن هذا كان خمرجي يعني، وكان مدمن كحول يعني، مدمن كلهم مش وكل منهم يعني شوية فاهم اللي يعني. يأكد كلامنا بأنه هو شنو الملك يعني، مو قلت لك هو عندما يجي الفقهاء هو نفس الشافع. الشافع شنو؟ الشافع من بسطه جابوه من اليمن والطوفة ضربوه كان ضربه وتحول، اجى من بغداد راح للقاهرة وتحول، كان شخص متمرد. بعد ذلك بدأ صار مطيع ونزل هاي الكتبة وقال انه الطاعة هي، وتخيل يعني تخيل انه يعني هاي مقولة يعني كارثية بالنسبة لي يعني، مو معقولة يعني. هو اتباوع عندما يتحدث بس يقول انه لا، التعريف هو فعلا صعب بصعوبة، عندما يتحدث كشخص يعني عالم دين، بس عندما يتحدث كفقيه لا، يتحدث بلغة الـ يعني انه الايمان مفروض الطاعة، الايمان هو الطاعة. عجيب يعني، يضحك على الناس علني، فشيء يعني شيء بصراحة يعني شيء فضيحة وكلام رجراج. وانا يعني انا استغرب، هاي الناس عباقرة، هذا الزمن الف سنة فاتت يعني، هاي الناس شلون تقبلت هاي الاشياء يعني؟ انا الفهم بدائي ولا زال. شلون الفهم بدائي يا هذول ناس يعني؟ سام مثلا نشوف الغزالي، مثلا غزالي عقل جبار، لكن هو يجي إيه، كان قاعد ومترفه وكان يرتدي افخم الثياب ويطلع يتمشى ببغداد يعني، كان شخص له وجاهه ويحب الفخر والتفاخر ومغرور يعني، معروف. انا متابعهم حتى حالاتهم حتى مواقفهم الشخصيه، فهم كلش مغرورين. وبدا بعد ذلك يعني تقبل امر انه اتباع وطاعه وكو رعيه وكو دهماء ورعاء وعامه، هاي المصطلح. وهاي شنو رجال الدين؟ هم كلهم هيك. انت شفت لك يوم رجل دين يتمشى ياكل بمطعم مثلا بصفك؟ ها؟ نادرا. هذول التلاميذ، انا مقصد التلاميذ، ما يستنكف ان يكون في مستواك او يجي او يتواضع يعني. يعني عندهم طبقتين، من طبقه شكليه هاي من كلام العام، وكو طبقه حقيقيه. الطبقه الحقيقيه لا 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 غير متداوله فيما بين الناس. بالنتيجه الايمان طلع ماكو ايمان بالدين يعني، هو بس غيروا المعنى وبقوا الكلمه مجرد هيكل. هو بقت الدوله هسه مثلا عندنا مجرد عنوان ما بمعنى، وحتى الدين نفسه الان
هو الدين، كلمة الدين بنفسه كمفهوم أيضا مجرد كلام. يعني أنت الدين الإسلامي أنا ما أعتبره دين صراحة، يعني يعني كلش قليل، يعني مو دين، مدري شنو يعني. بالمسيحية فيها شوية جانب روحي، حتى اليهودية فيها جانب روحي، ويعني جاكت. بس الإسلام ما بي ذاك، لهذا السبب شوف عنيف العلاقة بالسلطة، يعني قضية الوحيدة هي السلطة، وكل شيء آخر رجراج وغامض وغير واضح. لك الكلام الآن، يعني ارتاحيت هسه. أنا استوقفني كلام اللي مكتوب على الشاشة، أنه يقول لك طبعا حلم الجنة والحور العين والغلمان تجعل عرب الصحراء يضحي بكل شيء في سبيله. والصراحة ليس حور العين، وإنما هذا الكلام تحقق يعني عمليا، لأن هو وإيش هو حور العين؟ يعني أنت إذا مثلا أخذت مدينة وصار في سهمك مثلا 20 جارية، إيش هو حور العين؟ وأنت خلاص عندك حور العين. يعني الحقيقة لا أعتقد أن أغلب الناس الذين كانوا يقاتلون تحت الرايات الإسلامية في الغزوات الأولى وما كان يهمهم لا حور العين ولا منع، كان في ناس أكيد يعني عندهم إيمان وكذا، ولكن يعني أنت تشوف مثلا واحد أسلم ما كان هو لا هو صار أنه جنس بالشوارع، يعني مو ما كانت مرهبة. أيوة هذول الناس اللي راح متوفر بكثرة كان بذاك الزمن، يعني ايوه يعني هو كيف كان عجيب. هو كيف كان الفكرة انه الناس الذين اتوا ودخلوا الاسلام بهذه الاعداد الهائلة، يعني مثلا هو كيف كان يدخل الناس الاسلام؟ احنا عندنا مثلا قبيلة عبارة عن مثلا 30,000 واحد، هذه القبيلة شيخ القبيلة يدخل الاسلام يصير مقدم في قومه، وهو في النهايه يعني تابع للدوله مثل غيره، والقبيله معها تدخل الاسلام. فلما بعدين يروح بده يقاتل، شو راح يعمل؟ ياخذ ابناء قبيلته. هذول ابناء القبيله متى امنوا؟ متى صار حور العين؟ ومتى الجنه؟ ومتى الاسلام؟ ومتى صار تدريس؟ ما صار، ما في هذا الكلام. نفس الحاله العراق كان 90% مسيح، نصاطره ويعاقبه إيه؟ وهكذا وحتى الجيوش الإسلامية هي، وإحنا يعني لازم نعرف أنه مثلا الدولة الإسلامية إلى ما يقارب نقول فترة المتى، يعني فترة المماليك يمكن بالدرجة الأولى، ما كان في جيش مؤسس، يعني ما أنت ما عندك، وكان في بعض الجيوش والرتب، ولكن هؤلاء ما تقام بهم الدولة والفتوحات وكل هذا الكلام. الذي كان يحصل أنت عندما تحتاج إلى حرب تروح تحشد الناس، اللي بده يجي بالجهاد وبدعوة الجهاد وفتح ما أدري شنو يجي بهذا، اللي ما بده يجي بهذا أنت شو كنت نعمل؟ تروح تشتري مقاتلين، تشتري ناس مرتزقة، وهذا الذي كانوا يسمونهم يؤسسون الجيوش أو يجهزون الجيوش بها. هذا الكلام من الصدر الأول، يعني من زمن الرسول إلى نهاية زمن المماليك، وطبعا إلى بداية زمن المماليك والدولة العثمانية وكل هذا الكلام، كل نفس الطريقة. أنت تحتاج ماذا؟ تعمل جيش نظامي كذا. هذا الكلام صار متأخر. الناس ليش كانت تروح تقاتل وكذا؟ يجي رئيس عشيرة مع 2000 واحد يروحوا يقاتلوا، اللي يموت يموت، مثل هذا الفايكينج ومثل هذه القبائل الجرمانية واللي غزت أوروبا ومثل هذا، مثل هذول الناس يأتي ويروح ثم يرجع الناس وصاروا مليونيرات كلهم. حتى يعني تستغرب من كلمة مليونيرات، ترى في كتب التاريخ حتى ما يعرف كلمة مليون، يقول لك وأتى بألف درهم، وأتى مثلا بعشرين ألف درهم، عرفت له يعني، وما يعرف يقول مليون، ما عنده هذه الكلمة، هو عنده بعد 100,000 يجي الألف يعني. ومن ضمن الغنائم أنت عندك ماذا؟ عندك الجواري وعندك النساء والعبيد والغلمة. فأنت لما تروح تعمل غزوة ترجع أنت خلاص عشت 50 سنة قدام، عندك أملاك وأراضي وناس وعمال وصنايعية ومزارعين، أنت فقط تجلس وهذول اللي بيعملوا لك المال، يعني أنت ما تحتاج تشتغل، هذول هم اللي يعني إقطاعية بامتياز، يعني بامتياز. ما عندك صوت أستاذ؟ استاذ ما عندك الصوت ها. نعم. اللي هو الاسلام قام على شنو؟ قام على الغزو والسلب. حتى يعني هو الاسلام ما نجح بزمن البعثه الا بعد الهجره، عندما قرر الرسول شن الهجمات وقطع الطرق، قطع طريق
بني سفيان واشتغلت ونجحت العملية واستمرت 80 سرية وسرية وغزوة يعني مو شوية وخلال خلال جدول من سنة يعني خلال 10 سنوات خلال 8 سنوات أول سنتين هو كان حتى يشدون الحجر على بطنهم من الجوع ها بو بالمدينة مو لكن مع ذلك يعني فصارت هو الإسلام لا ما يعني هو ولو الآن أنا أجزم بأن الإسلام لو كان خرج في زمن مثل هذا الزمن ما كان راح يكتب له النجاح، ولكن هو خرج في الوقت والزمن المناسب والمكان المناسب يعني عند الناس المناسبين يعني. ولذلك الإسلام مثلا لو كان خرج في كانت في دعوات نبوة دعوات إصلاحية كذا بين هنا وهناك، الناس ما كانت تتقبل مثل هذا الجيش، لأن عندها رفاهية الملك ورفاهية العيش ورفاهية الدولة والمملكة والنظام والمؤسسة وكذا، مش لأنهم كانوا أحرار وكذا، ولكن في نظام. الإسلام لما خرج في هذه البقعة، أنا يعني حاولت أن أتكلم في هذا الكلام في رمضان صراحة ما صارت في فرصة عن التاريخ الإسلامي من قبل الرسالة إلى قيام الدولة العباسية. فهو الإسلام لو خرج في غير هذه البقعة صعب. لماذا؟ لأن أنت خرجت في منطقة ما فيها مؤسسة حاكمة متينة مثل الروم أو الفرس أو مصر أو اليمن أو يعني حتى الشام، يعني الذين كانوا يعني تبع للروم ما كان عندك هذا الكلام. ولكن هو اللي ساهم بانتشار الإسلام هو أنه خرج في بقعة من الأرض، هذه البقعة كانت يعني غير محل طمع الآخرين، فأنت استطعت أن تتوسع في هذه الظروف العشوائية، وخصوصا أن العرب ما كانوا على قلب رجل واحد. يعني أنت مثلا عندك عرب مكة وتحالفاتهم غير عرب الطائف وتحالفاتهم، غير عرب المدينة وتحالفاتهم، غير عرب نجد وتحالفاتهم، غير عرب البادية وتحالفاتهم، غير القبائل. فأنت سهل عندك أنك تستقطب كل قبيلة لحالة بدل ما تستقطب مؤسسة حاكمة كاملة. هذا ما لم يستطع الإسلام أن يفعل هذا الشيء. ولذلك ولما أرسل الرسائل إلى مصر وإلى الحبشة وإلى الفرس في العراق تم أثبت عدم صحتها. كيف؟ تم إثبات عدم صحتها، ماكو شيء يعني. هو بغض النظر يعني إذا صحيح أو لا، وهذه هو لم يستطع أن يقنع أي أحد له قوة كبيرة بأنه يدخل في هذه الرسالة يعني. والذين دخلوا في الرسالة هم الذين في هذا المحيط، والذين أصلا ما كان لهم شأن كبير يعني دولة منظمة يعني. كان سهل جدا أنك تتوسع يعني في هذه البيئة. لا هو كان غيور لأنه ما دخلوا بدار الندوة، ودخلوا ذاك العمر صغير حكم بن هشام، ودخلوا عمر بن الخطاب دار الندوة مال يعني مجلس الشورى مال مكة قبل بيان محمد يعني أثناء البعثة. فزعل وسوى، قالوا ما بسيط انتظروني أنا لكم. وهناك تفاسير كثيرة. لا ما كثيرة عن هاي حسب القصة يعني هو لا هو القصة هو فيها أوجه كثيرة يعني. هناك من يقول جاوبه قال أنت مالك أصل كيف؟ يعني أنا ما أدخل بهاي التفاصيل لأن مو موضوعي الإسلام. نعم هو هناك كلام كثير على شخصية محمد يعني كيف هو وكيف جاله هذه الفكرة يعني هل كان عنده هواجس وهلوسة أو هل كان عنده استماع لليهود؟ في كلام كثير يعني. هو بس يكون تحقيق هذا الكلام شوية صعب حتى نوضح الفكرة إنه هذا الموضوع اليوم الحلقة إنه إحنا نريد نوصل إلى نتيجة بأنه هل إن الإيمان له علاقة؟ الإيمان معناه المتعارف عليه، إيمان معناه إنه قضية لا يمكن أن تكون غير شخصية، لا يمكن أن تكون عملية جمعية وعملية طاعة، إنما عملية تصدر من القلب وبدون ضغوط. إذا كان تعريف الإيمان هو فقط مجرد تصديق القلب فهو بالضبط مثل ما تقول، وإذا دخل في الإيمان أعمال الجوارح ونطق اللسان فالأمر يختلف. لا ما هو هنا القضية، إحنا هذا التفصيل هذا الثاني مرفوض، لا يمكن، لأنما هذا التفصيل لا يمكن
يعني انت عاني وما اؤمن، يعني شو اسوي؟ يعني هل انت تجبر؟ يعني قال لك اذا انت ما تؤمن انا قتلك كفرك، اذا هذا مو ايمان. كيف ممكن نسميه ايمان؟ بس ممكن تؤمن وتمتثل. لا ما يكون ايمان. انا انت تجبرني يعني شو اسوي لك انا؟ يعني لا، ما هو ايمانك يعني يستوجب هذا الكلام، انا ما اجبرك، هو ايمانك يستوجب هذا. انت اذا قلت انا اؤمن بالله والله فرض علي الصلاه فانا اصلي امتثل لاوامر. لا تطلع برمضان اطلع ما فاطر يخلوك؟ لا لا، هذا كلام مبدئيا الايمان بالاسلام ليس لا ينطبق على معنى الكلمة أو مفردة الإيمان اللغوية والإصطلاحية. التعريفات الفقهاء كان التفاف على الموضوع محاولة ل يعني أنا هاي قضية مقتنع بها، أنه لا يمكن أن تجي تقول لي أنت الإيمان هو يعني أوكي، قل لي إيمان عمل ما عمل، وهي حجة الحريق والحريق، هاي قضية لا مختلفة تماما. أنت تخليني أؤمن بشيء مختلفة كثير. إذا 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 تفكر فيها شوية بعمق تراها أنها جدا منطقية. ليش؟ لأن منطقية بالواقع. إذا الموضوع حد ها؟ أنا مو قلت لك أنت ما تروي لي حادثة أنه أكو شجرة وراء الحائط مثلا، فممكن نروح ونشوفها. هذا مو إيمان. أنا ما قاعد أقرأ كذاب أو أنني القضية مو من قلبي، لأنه أنت ممكن أنت تضحك عليها مثلا، بس أنا عندما أقول لك أكو إله راح تعبده وهذا الاله كذا، هذا موضوع ثاني. هذا لا يمكن يعني اكو مصطلح بالفلسفه راح من بالي، يعني لا يمكن ان تجمع يعني مستويين او كاتيجوري او مستوى منطقي مع مستوى منطقي. يعني شيء ما لا ينسجم، لا يمكن ان تقال، يعني ما لا يصلح القياس بهذه الطريقه. ولكن كيف تفسر أن المسلمين كانوا يمتثلون للطاعة ويؤمنون بالله وهم في أشد أنواع الاستضعاف في مكة؟ من هم اللي يستضعفون؟ اللي كانوا يصلون مثلا، ما كانوا يصلون في مكة. بغض النظر حتى لو اثنين، ولكن هو كان يصلي وكان يؤمن بهذا الذي يخبره به محمد. هذا ما تعرف يعني ما تعرف شنو الأسباب المادية وشنو كان أصدقائهم بينهم. يعني أنت صديق أنا صدق بك، يعني شنو المشكلة؟ هو من صديق من صدقك، صديقك كمان صدقك غير صاحبك. هذا الذي نقول الآن. مثلا إذا أنا أؤمن بالله وأمتثل لأوامره، أنا أشوف أن الله أمر بأمور وأنا أطبقها، وين الإشكالية؟ ثم من صدقه منهم أبو بكر وعمر واثنينهم، يعني واضح أنه العملية أنه قبضوا ثمن إيمانهم، أنه كانوا راهنوا على الحصان الرابح ونجحوا بالعملية، وهذا صار خليفة أول وحولها على الثاني والثاني أخذ الخلافة. هذا الآلة أنت تدخل في نوايا الناس أستاذ منصور. لا مو نوايا، لا يعني هذا واقع تاريخ. لا هذا الآلة أنت تحتكم على الله، أنت لا تسلب الناس حتى حقها الشخصي في أنه يؤمن وما يؤمن. لا والله أنت ما مؤمن. لعلمك عمر ألغى أشياء مع العام الرمادة والهذا، ألغى أشياء وقال وش عليه القرآن؟ ما له، لأني أعرف شو قضية. وحتى بعدين من بيوم أحد بوص انهزم على الجبل، عشان ترى أعرفهم واحد واحد. لا تخليني أحكي. أستاذ ما أدري هل الصوت عندي يقطع ولا عندك؟ على كل حال لا، انا اعرف حتى لون الدشداش كان يلبسها محمد وعمر. بس هذا قبل 20 سنه، بعد ما ادحش به. انا ما ادري، ما مع الاسف ما سمعت كلامك، الصوت كان يقطع بشكل كبير. ما لا اقول لك، يعني هم كلهم يعني دافنين سوا، يعني هم اصدقاء بيناتهم، وهم راهنوا على الحصان الرابح وهم اصدقاء، وفعلا انه مراهنه صحيحه. والرجل عمر صار خليفه، وذاك صار خليفه ابو بكر، وهم كانوا بفلوسهم، يعني الرسول شو كان عايش بفلوسهم، يعني ما كانوا تجار، وبعد ذلك قبضوا الثمن ممتاز. يعني وعمر ايضا رجل يعني
ما قصر، كان هو شنو لما عمر ما صارت دولة إسلامية يعني بدل الخلفاء هو هذا الكلام هو ممكن نقوله بعدين لما هاجر لمكة، لا للمدينة، ولكن لما هو كان بمكة إيش هو الحصان الرابع بينك تعادل العرب كلهم وتعادل القبائل كلها؟ لا لا، هو كان محمد هو عمر كان يحمي، هو كان قال اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين شنو، فهو كان عمر وأبو بكر هما الاثنين مزناقين، وعثمان خطيه خلصوا فلوسه واخذها، وبعدين كلهم حصلوا كلهم، يعني عمر اخذ الملك وابو بكر وعثمان ثلاثتهم يعني هم اللي كانوا يصرفون على الرساله وعلى البعثة، وبعد ذلك اجى يعني الفتى على المشروع ولا ها اي يعني المشروع على المشروع يعني يعني عثمان شنو عثمان يعني ما عنده هو وثلاثتهم اصلا مو بس ابو بكر وعمر وعثمان ثلاثتهم ما عندهم ذيك يعني مو مثقفين يعني ما عندهم ذيك شلون اقول لك هاي العبقريه مال محمد يعني الفكريه والثقافيه والمعرفيه والايماني والدينيه يعني ما عندهم، بس عمر يعني بيه مجال عمر شويه يعني كان يقرا نصوص التوراه ويطلع وكذا، وحتى محمد قال شيلها لا تدور لنا مشاكل، لا تفتح لنا باب. اي شافه قال شافه صحائف التوراه بيده وقال احنا مو جبناها بيضة وناصعه بعد شو كنت تدور وراي. على كل حال ما خلينا ساكت يلا كلام جميل حتى اختم الموضوع بعد يمك يعني. لا هو الكلام جميل اكيد، وانا اعتقد انه ما حصل من يعني في من خلافات حول مفهوم الايمان اثاره لم تنتهي حتى يومنا هذا، ومن الجيد ان المسلم في هذا الزمان يعني ينظر الى هذه الامور ولا ياخذها على انها مسلمات، ان هذا موجود بنص من القران، لان انا بعرف انه كثير من الناس عندهم هذا التشدد وهذا التعنت على شغله هو حقيقه مش موجوده لا في القران ولا في الاحاديث، اللي موجود هو استقراءات من قبل العلماء، بعد ذلك هذه الاستقراءات اراء هؤلاء العلماء تحول الى قوانين ما يعني راح طبقت علينا واصبحنا ندفع الثمن لمئات السنين الله أعلم ربما لآلاف السنين احنا حتى ما نعرف يعني شو راح يصير قدام. وهذا الموضوع هذا الخلاف في هذا الإيمان، وهذا والإيمان إن أردت أنك تؤمن بشيء ولا تضر أحد على الأقل، يعني أؤمن بقلبك وعامل الناس بخلق حسن مثل ما يقال، يعني واترك الخلق للخالق. إيمان بالقلب خطير، ناس مساكين ومصدقين. اختم لك هاي الكلاوات مالتهم حتى تعرف، يقول لك ان انا يثبت السلف، هاي نسيت اقولها، ان الاسلام لا ينتفي بارتفاء ركن من اركانه ولا بانتفاء جميعها عدا الشهادتين. هذا الكلام لطيف طبعا، هذا كلام نص المرجئه، هذا ما يقوله الا المرجئه. لا هم يقولون الان حكمك اذا امنت بهذا الكلام انت جامي، هذا يسموه جهل محترق استاذ منصور. السلف انا ما اعرف هذا كلام السلف. لا هذا الكلام ليس كلام السلف. اي فهم يعني هم ايش يسوون يعني، هذا كلام للعموم كل للتسويق، التسويق الاعلاني يعني، والكل يقول السلف يعني، وما في حدا ما يقول سلف، بس اي يعني يقول ان الاسلام لا ينتفي بانتفاء ركن من اركانه ولا بانتفاء جميع، يعني فتخلط عجيب فسنجون. هو تعرف هذا الكلام اللي تقول انه هذا الشيء لا ينتفي، يسموها الدليميه. هذا الدليميه بالضبط. هو تعرف هذا الكلام اي واحد دارس اصول الفقه، يعني مو الفقه، ها الفقه شيء ثاني، اصول الفقه، الاصول الفقه هذا اللي يعني هو ليش اخترعوا هذا العلم على اساس يرقعوا الليله، يعني يضبطوا الليله. وهذا العلم هو شغلته هو هذا الكلام. أي واحد دارس أصول الفقه يعرف أنه الركن، انتفاء الركن من أي شيء من أي حكم يعني انتفاءه، يعني إذا انتفى ركن من الصلاة معناته الصلاة باطلة، إذا انتفى ركن من الصوم معناته
الصوم باطل، إذا انتفى ركن من الحج معناته أن الحج باطل، إذا انتفى ركن من الإسلام معناته أن الإسلام باطل ما عاد إسلام. فهذا الكلام مش سليم يعني. لا لا أنا ما أقول لك سليم، هذا الكلام الدعائي مرات يقولونه عادي. لا إيه يعني هم كذابين، وقلت النفاق طبيعي يعني. يعني هو رجل الدين إذا ما منافق يعني يبطل يعزل يروح بيته ما يسلم، يعني إذا لازم يكذب وينافق يعني ما عنده حل آخر. يعني هو كل هو يقيم وهم في على غيمة في الريح، يقيم قلعة جبارة اسمها علوم وعلوم أركان وفقه وصول، ويقول لك التجاهل بهذه العلوم وعليك أن لا تفقه بهذه العلوم. هو مقيم علم على 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 شفا جرف نهار كما يقال. أنا أريد يا ريت لو بمناسبة هذه العلوم أريد إذا صارت في فرصة نتكلم عن أنها نسبة القرآن والتواتر يعني لمحمد للنبي محمد، لأنه هذه أكبر كذبة موجودة على 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 الكرة الأرضية. يعني أنا ضعيف. ألا طبعا أتكلم مع أي واحد هذا أخذها مني. هذا أي واحد يقول لك لا هذا القرآن وصل لنا بالتواتر، قل ممتاز اذكر لي هذا التواتر من زمننا إلى زمن النبي محمد. أوكي. هذا العلوم اللي إذا تيجي سنين سوي ما أدري، ولكن ممكن يعني ننسق مع بعض. أكيد ما عندي أي مشكلة ونتكلم عن التواتر وتعريف التواتر وعضلة هذه الأشكال. لا ما أنا ما أحب هاي السوالف التفصيلية، قليل عندي خبرة. لا بأس. ولكن ما رأيك أننا نتكلم في موضوع الغيب، لأنه هذا هو المحور الثاني من الـ من الـ من المادة إذا تحب. الغيب اللي إحنا الآن تكلمنا عن الإيمان، والإيمان هو الإيمان بموضوع يعني إشكاليات كبيرة جدا من الغيبيات. إذا ممكن نأخذها يعني على جنب في مساحة قليلة جدا. هذا عادي هو الميتافيزيقي معناته. أوكي. اليوم الأستاذ حاتم كمان كان منورنا جميل جدا، وأتمنى أنه ما يكون مل من الحديث، والأخوة إذا كان فيهم أخوة آخرين يستمعون. والله واخر شيء قال بصراحة اليوم حلقة ممتعة وتحول. لا والله موقف كان ممتاز بالله العظيم. احنا سوينا صفة هاي كل مرة نسويها صفة نسوي شنو أستاذ؟ نسويها بالصدفة يعني بدون استعدادات قوية يعني. هو بيكون أنا دائما أقول إنه الأجمل الحوارات هي التي تأتي هكذا يعني ارتجالية، وما يكون يعني فيها تحضير يعني يكون هذا تبع الواحد يروح للجامعة ويستمع لمحاضر يعني أو يستمع لشريط، ولكن هذه الحوارات تكون أجمل ارتجالية. أنا برأيي إنه مثلا نسويها الطريقة شنو، إنه أنت تقول قولك مثلاً حول موضوع محدد، وهذا يعني ينشر بشكل منفصل، وأيضاً أنا أقول قولي وينشر بشكل منفصل، يبقى هذا الحوار هذا يبقى للجميع يعني. يعني يصير ثلاثة أجزاء قصدي. نعم. إيه. وهذا الأستاذ حاتم كمان بي 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 بيوافق على موضوع الغيبيات، لأنه إشكالية الغيبيات هي أيضا كبيرة، ولكن نأجلها للجلسة الثانية الجاية. إنشاء الغيب. لأنه هو الأصل الإيمان هو شو؟ قالوا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لا بالعكس، هو طلع أنه الشك هو أفضل شيء بالحياة الإنسان. الشك هو المفيد، هو المثمر. الإيمان دائما يعني شكل قطعان. على كل حال هذا موضوع آخر عمنا. يلا تصبح على خير وشكرا جزيلا. تصبح على خير وشكرا جزيلا، وتحية أستاذ حاتم. على المصدر على أن الإيمان لا علاقة له بك. ويكون لنا لقاء إن شاء الله. كيف؟ على المصدر على أنه الإيمان لا يوجد شيء اسمه إيمان بالدين الإسلامي تحديدا، وهاي كلمة موجودة فقط للشعارات يعني لطيفة لا أكثر. هو أهم شيء بهذا الاختلاف اللي بيناتنا أننا ما بنكفر بعض ونشيل السيف على بعض ونبيح دماء بعض، يعني هذا هو أهم شيء. تعريفك للإيمان وتعريفي للإيمان لا يضر لأي شيء قضية. هو أنت بس تلتفت هيك كفوك يعني على أي شيء يعني.
هو التكفير جزء رئيسي من الدين يعني. على كل يعني حكي طويل. منو فوزي بالله شو يقول؟ فوزي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ فوزي، وشكلك اتيت متاخر. فوزي الغرباوي مع الاسف يعني. يلا شكرا جزيلا وشكرا للاصدقاء ومساهمتهم، ونتمنى نكون قدمنا شيء نافع ومفيد للجميع. مع السلامة وإلى لقاء قريب.